اهلا بيكم في حلقه جديده من ريمونتادا. النهارده اتلعبت 3 ماتشات في الجوله 16 للدوري الممتاز. البدايه كانت بفوز فريق سموحه قدام امبي بنتيجه 2-0 على ملعب بتروسبورت بالقاهره. سموحه سجل في الدقيقه 25 بهدف المدافع محمود شبانه، واضاف اللاعب احمد مصطفى في الدقيقه 55. سموحه لعب اول ماتش ليه مع مدربه الجديد احمد سامي، ورفع رصيده للنقطه 19 في المركز العاشر، وتوقف رصيد امبي مع مدربه طلعت يوسف عند النقطه 13 في المركز ال 15. وعلى ملعب الدفاع الجوي تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا بنتيجه 2-2. بيراميدز سجل عن طريق رمضان صبحي وعبد الله السعيد، وتعادل سيراميكا مرتين عن طريق محمد ابراهيم وصلاح محسن. وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 31 في المركز الثاني، وارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 18 في المركز ال 11. استعاد فريق الزمالك انتصارات بعد غياب، وتغلب على ضيفه فيوتشر بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة في مباراة نارية. سجل الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري، وأحرز مروان محسن هدف فيوتشر. الزمالك خاض أول ماتش ليه مع مدربه الجديد أسامة نبيه، ورفع رصيده للنقطة 29 ووصل للمركز الرابع. وتوقف رصيد فيوتشر مع مدربه علي ماهر عند النقطة 31، وتراجع للمركز الثالث بعد ما تلقى أول هزيمة ليه الموسم ده. ونروح لأخبار النادي الأهلي، والفريق خاض النهاردة أول تدريباته في المغرب استعدادا لماتش أوكلاند سيتي يوم الأربعاء اللي جاي في كأس العالم للأندية. شارك في التدريبات محمد هاني وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم، وتأكد جاهزية اللعيبة الثلاثة لماتش أوكلاند. أدى لاعبة الأهلي جلسة تصوير بالزي الرسمي وفقا لقواعد بطولة كأس العالم للأندية، وظهر لاعبة الأهلي بالقميص اللي هتديه الفريق في ماتشات المونديال. واجتمع النهارده السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون لترتيب بعض الأمور الخاصة ببرنامج إعداد الفريق. تسلم النادي الأهلي شهادة توثيق لمشاركته في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، وحضر خالد مرتضي أمين صندوق النادي الأهلي اجتماع مع اللجنة المنظمة لتنسيق الأمور الإدارية الخاصة بمشاركته الفريق في المونديال. نروح نشوف تقرير عن توقعات جماهير الأهلي مين هيكون نجم الفريق في المونديال، ونرجع ليكم مرة تانية. تمنياتنا بالتوفيق للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه، لان دي حاجه بغض النظر عن النادي الاهلي في هيئه مصر عموما، لكن انا اتوقع ان اللاعب اللي يستحق كده هو علي معلول. كهربا مثلا هيبقى معاه شريف، طبعا شريف فايق برده بقاله ماتشين، مع برده الصفقات الجديده باذن الله يعني هنعمل شكل كويس في كاس العالم. معلول برده بيفرق مع احمد عبد القادر، برده بيعملوا جبهات كويس. بس انا اتوقع ديانج. ان شاء الله اكيد الشناوي هيطلق طبعا. حمدي فتحي مستواه ثابت وبيتقدم. ان شاء الله الاهلي هيبقى احسن في البطوله ديت، وممكن ليه ما ينافسش على البطوله. ونروح لمنتخبنا الوطني لكره اليد اللي حقق النهارده المركز السابع ببطوله العالم بفوزه على المجر بنتيجه 36-35. المنتخب بقياده مدربه الاسباني باروندو قدر يحافظ على نفس ترتيبه في اخر نسخه للمونديال، وحقق الفراعنه المركز السابع للمره الثالثه في تاريخ مشاركه المنتخب بالمونديال. تعالوا نشوف اراء الجماهير في مشاركه منتخب اليد في المونديال. والله هو المنتخب الصراحه ادى اداء كويس يعني، بس طبعا المنافسين كانوا على مستوى. المنتخب ما اداش كنا منتظرينه منه بصراحه، بس يعني برضو في عوامل جت ضده. حابب اقول حاجه لكل فريق منتخب كره اليد، انتوا ابطال ومشرفينا في كل البطولات اللي فاتت، وان شاء الله اللي جاي احسن. هو احنا شاركنا الحمد لله بمشاركه كويسه، احسن يعني الحمد لله، مش احسن حاجه بس هو في المعقول. مشاركه كويسه بس المنتخب عمل اللي عليه. حقق الثنائي احمد حجازي وطارق حامد اول بطوله مع فريق اتحاد جده بالتتويج بلقب كاس السوبر السعودي، وشارك حجازي وطارق في لقاء الفيحاء بنهائي كاس السوبر اللي انتهى فوز الاتحاد بنتيجه 2-0. وفي انجلترا ودع ليفربول بطوله الاتحاد قدام برايتون بنتيجه 2-1 من الدور التمهيدي الرابع، وشارك نجمنا محمد صلاح في المباراه كلها بس ما قدرش يسجل او يصنع لزملائه هدف.
ليفربول ودع البطولة الثانية الموسم ده بعد ما خرج من بطولة كأس الرابطة قدام مانشستر سيتي. وبكده انتهت أخبارنا النهاردة، ولسه مكملين حلقتنا مع كابتن ميدو بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. النهارده ماتشات مهمه جدا في الدوري المصري. اول طبعا مباراه امبي وسموحه اللي انتهت بفوز سموحه في ملعب بتروسبورت 2-0. تاني ماتش اول فوز في 2023 للزمالك تحت قياده المدير الفني الجديد لنادي الزمالك الكابتن اسامه نبيه، وفوز مهم جدا على فيوتشر في صراع التأهل لدوري الأبطال. 2-1 الزمالك بيفوز على فيوتشر، ثم بيراميدز بعشر لاعبين بعد طرد أحمد سامي في الشوط الأول بيتعادل 2-2 مع سيراميكا كليوباترا في أول مباراة لمعين الشعباني المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا، عشان يكون جدول الترتيب وجدول ترتيب الدوري الممتاز. يعني طبعا الاهلي في الصداره 37 نقطه، والنهارده كان عنده مباراه، المباراه اتاجلت، كانت ماتش مع حرس الحدود كان المفروض يقام فيه الساعه 5 مساء. بيراميدز في المركز الثاني 31 نقطه، فيوتشر 31 نقطه. فوز الزمالك النهارده بيخليه 29 نقطه، يعني على بعد نقطتين من التأهل لدوري الأبطال، اللي أنا في رأيي هيكون هدف واقعي. التأهل لدوري الأبطال بالنسبة للزمالك هيكون هدف واقعي هذا الموسم، يعني أو لازم يكون ده الهدف الواقعي. المقاولين موسم هايل مع كابتن شوقي غريب 28 نقطة في المركز الخامس. الاتحاد السكندري 26 نقطة، وبرضه موسم هايل مع طبعا تحت قيادة مونولوفيتش. غزل المحلة بكرة عنده ماتش مهم جدا مع البنك الأهلي، ومباراة ومواجهة الأستاذ وتلميذه ما بين بابا فاسيليو وعبد الباقي الساعة 5 مساء. المصري 20 نقطة في المركز الثامن، بيقف رصيده عند 20 نقطة بعد الهزيمة من فاركو في هذه الجولة. أسوان 19 نقطة، والتعادل مع الجيش بيرفع رصيد أسوان إلى 19 نقطة في المركز التاسع. سموحة في المركز العاشر، سموحة فاز فوز مهم جدا النهاردة في أول مباراة لأحمد سامي في ولايته الثانية في نادي سموحة. أنتوا عارفين أن نادي يعني طبعا كابتن أحمد سامي تولى المسؤولية بعد رحيل كابتن طارق العاشري لفاركو. 19 نقطة سموحة، سيراميكا كليوباترا 18 نقطة، ومعين الشعباني أول مباراة تحت قيادته بتنتهي بالتعادل مع بيراميدز. فاركو 16 نقطة، وفوز مهم جدا جدا لفاركو تحت قيادة الكابتن طارق العاشري في أول مباراة. ألف مبروك لكابتن طارق ولإدارة فاركو. طلائع الجيش 16 نقطة، الداخلية 13 نقطة، امبي 13 نقطة بعد الهزيمة في مباراة النهاردة. الفرقتين وقفوا عند 13 نقطة هذا الأسبوع بعد هزيمتهم. البنك الأهلي 12 نقطة وعنده ماتش بكرة زي ما قلت لحضراتكم. الإسماعيلي يعني بيخرج من المركز الأخير بعد الفوز على الداخلية طبعا، والفوز الكبير على الداخلية 12 نقطة، ثم أخيرا حرس الحدود في المركز الأخير 11 نقطة، وعنده حرس حدود عنده ماتش ان هاند او عنده مباراة مع النادي الاهلي مؤجلة مع النادي الاهلي. ده شكل جدول ترتيب الدوري الممتاز حتى الان، وما زال الدوري طويلا، يعني ناقص لسه معظم الفرق عندها لسه جولة، وفي فرق عندها جولتين لنهاية الدور الاول، ثم بعد كده الدور الثاني اللي بيبقى دايما اصعب، والفرقة اللي بتنظم نفسها وبتتعلم من اخطائها وبتقدر ان هي تصلح اخطائها هي اللي بتعمل دور تاني كويس.
الاهداف بتتغير دايما في الـ في الـ في الدور الثاني، المباريات بتبقى مختلفه دايما، الدور الثاني بيبقى اصعب، لكن تاني اللي بيحضر نفسه بشكل كويس سواء من الانتقالات والتدعيم وتنظيم واعاده تنظيم الفريق ممكن ان هو يعمل دور تاني مختلف تماما عن الدور الاول. اللي بيتاثر دايما الدور الاول بيتاثر بفتره الاعداد ومين تواجد في فتره الاعداد وحاجات كتيره جدا، لكن في الدور الثاني ممكن الامور انها تتغير. وشوفوا جدول الترتيب ده مختلف تماما، بتتكلموا على كل فريق عنده تقريبا 18 مباراه قادمه، فبتتكلم في يعني في رقم كبير، رقم كبير 18 في 3 طلعوا كام دلوقتي؟ اعتقد كام؟ 52 يعني كام؟ 54 يعني. الحمد لله لسه فاكرين شوية الرياضة اللي درسناهم في المدرسة، طلعوا 54 نقطة، الجميع عنده 54 نقطة يقدر يلعب عليهم، كل الأهداف متاحة وكل الأهداف تعتبر واقعية بالنسبة لأي فريق. عايز أبدأ بماتش إمبي وسموحة، والحقيقة يعني إمبي يعني بيشرك عدد كبير من اللعيبة الصغيرة في السن واللعيبة الناشئين، وإمبي طبعا تحت قيادة المدرب المخضرم الكابتن طلعت يوسف صاحب يعني الخبرة الكبيرة. والنهاردة في مواجهة سموحة الحقيقة يعني سموحة كانوا أفضل، والولاد الصغيرة اللي سموحة يعني استعارهم من الأهلي المغربي لاعب النهاردة بدأ كباك ليفت ودخل بعد كده كسنتر باك في الشوط الثاني، ميسي خد مان اوف ذا ماتش وأحرز هدف، لاعب معار برضو من النادي الأهلي. وأنا عايز أقول لكم إن سموحة أصبح بشكل ما السيستر كلوب بتاع النادي الأهلي، يعني في كأن توأمة كده معمولة ما بين سموحة والأهلي، زي في وقت من الوقت لما كان الجونة يعتبر السيستر كلوب بتاع الأهلي، بسبب طبعا العلاقات الوطيده ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي والمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. الولاد الصغار اللي الأهلي عايز ان هو يشاركهم وان هم ياخدوا خبرات ويشاركوا في الدوري الممتاز، دايما بيبقى الاختيار الاول ان هم بالنسبه لهم ان هم يروحوا لسموحه، ممكن يكون عشان في تجارب قبل كده نجحت، فده بيطمن الأهل ان هم موجودين في المناخ وفي البيئة السليمة، لان دايما لما يكون نادي عايز لعيبته ان هم يطلعوا يعني يشاركوا بيبقى دايما حريص ان هم يكونوا موجودين في مناخ صحي وان هم يشاركوا بشكل مستمر، ودي اهداف يعني اهداف اكيد اهداف الأهلي في اعارة لاعبين لنادي سموحة. يعني طبعا عايز اتكلم على لقطه مؤمن زكريا، وانا سعيد جدا ان مؤمن زكريا موجود ضمن الجهاز الفني لنادي سموحه، وهنا بصوا شبانه بعد ما احرز الهدف رايح بيقبل راس مؤمن زكريا. وعايز احيي اداره سموحه على فكرة تعيين مؤمن زكريا في الجهاز الفني. وأنا النهاردة الحقيقة اتكلمت مع مؤمن، كلمته بعد المباراة وباركت له، لأن مؤمن يعني شخصية جميلة وكلنا بنحبه وكلنا نتمنى نعمل أي حاجة علشان ندعمه. وأنا سعيد جدا بالتفاف الجميع حول مؤمن زكريا، وبحيي إدارة سموحة على فكرة وجود مؤمن في الجهاز الفني، صورة جميلة جدا، كل الناس ملتفة حوالين مؤمن زكريا، وده بيبين لك ان كرة القدم ليست لعبة فقط، كرة القدم ليها معاني كتير اكبر من الكرة، ليها معاني انسانية كتيرة جدا. وبشكر فريق امبي ان هم واقفين وبيدعموا مؤمن. خلي بالكم ده قبل ماتش، يعني امبي في موقف صعب وقبل ماتش، قبل ماتش ما يبدأ بدقيقة كلهم حريصين ان هم يكونوا موجودين مع مؤمن، ومؤمن زي ما قلت لكم كل الناس بتحبه وكل الناس بتدعمه، وان شاء الله باذن الله يرجع لنا في اقرب وقت ممكن بالف سلامه.
وقربه من الكره وقربه من الملعب يكون حافز ليه، وان هو يكون حافز مشجع ليه ان هو باذن الله يرجع لنا بالف سلامه، وباذن الله يعني يشفى، مش عارف الكلمه صح ولا لا، او يشفى من 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 المرض يعني اللي اصيب بيه في السنوات الاخيره. الف سلامه عليك يا مؤمن، وان شاء الله اشوفك قريب على الف خير. في المباراه الثانيه سيراميكا تعادل مع بيراميدز 2-2، واول مباراه للكابتن معين الشعباني المدير الفني التونسي القدير صاحب التجربه السابقه طبعا مع النادي المصري، ودي ثاني تجربه ليه في الدوري المصري مع نادي مختلف وظروفه مختلفه. عايز اعرف منه اخبار الماتش النهارده. كابتن معين مساء الخير. مساء النور كابتن ميدو، شكرا على الاستضافه، ونحب نبارك لك اول كل شيء على الفوز الاخير مع النادي الاسماعيلي. فرحت لك برشا لانك شخصيه محترمه وانسان تحب الكوره. كنت نسمع فيك تتكلم على مؤمن زكريا، نتمنى له الشفاء العاجل، ونشكر اداره نادي سموحه على الحركه النبيله هذه. صحيح، وانا يعني بشكرك، والحقيقه انا يعني انا سعيد جدا ان انت رجعت تاني تشتغل في الدوري المصري، لان انا بقول ان انت واحد من المدربين المميزين جدا اللي الدوري المصري. انا دايما بقى عايز لما مدرب اجنبي او مدرب عربي يجي يشتغل يكون اضافه للدوري، وانت اضافه كبيره جدا للدوري المصري بسبب خبراتك الكبيره والتنوع التكتيكي والشكل اللي بتشتغل بيه مع الفرقه. وعايز يعني اقول لك الاول، النهارده شفت الماتش ازاي؟ وانا عارف باتشيكو يعني راجل صديق شخصي ليا، وعارف دايما ان المدربين اللي زي باتشيكو ساعات لما بيطلب منهم واحد ويلعبوا ب 10 لعيبه بتبقى المباراه اصعب بكتير اصعب وان انت بتلعبوا 11. هل حسيت بكده النهارده؟ لا صحيح الحقيقه، يعني فريق بيراميدز فريق قوي عنده عناصر اللي تعمل الفارق في اي وقت، مدرب كبير طبعا بطبيعه الحال. الحقيقة ميدو أنا عندي يعني 48 ساعة من اللي موجود في في مصر، عندي يعني نوعا ما فكرة شوية على اللاعبين الموجودين، مش فكرة كبيرة. الماتش ما كان سهل بالنسبة لنا، وكما قلت خرجوا منهم لاعب ويمكن الماتش أصبح صعب. في دخولنا في الشوط الثاني كنا طالبين من اللاعبين يعني حاجات معينة، عملنا اللي يلزم لكن لحد ما قبلنا الجول فالتركيز شويه ضاع من عند اللاعبين. هذيك الحاجه اللي قلقتني، بالرغم انه كنا نقدر ان نخلص الماتش حتى من الشوط الاول، حطينا في وضعيه صعبه، ولكن بالعزيمه وبالروح ورجعنا في الماتش والحمد لله. كابتن معين، يعني انا عارف ان انت لسه بتتعرف على لعيبتك، ودايما المدرب بياخد وقت ان هو بالذات يتعرف على شخصيات اللعيبه اكتر من امكانياتهم الفنيه، لان انت اكيد هتلقط وهتعرف امكانياتهم الفنيه في وقت سريع، لكن التعرف على شخصيات اللعيبه، انت في رايك يعني اهم النقاط اللي انت شايف ان انت يعني جيت واشتغلت شايف ان انت محتاج ان انت تطورها مع الفريق في الفتره القادمه؟ شوف، هو اهم حاجه تعرف كابتن انه اي مدرب عنده فكر معين في الكوره، ولكن اهم حاجه انه اللعيبه كلهم يطبقوا الفكر في الملعب وخارج الملعب، وخاصه يعني زي ما تقولوا اوضه اللبس. هذه حاجه من الحاجات اللي ناكد عليها دائما، حب المجموعه وروح المجموعه، والناس كلها عندها ثقه في الجهاز الفني، واحنا عندنا فيهم ثقه بطبيعه الحال. من الناحيه النفسيه مهم جدا انك تجهز الفريق وتخلي الناس كل يعني مركزه والناس كل متحمسه باش تلعب. وهذه من النقاط اللي بشتغل انا عليها دائما، فهمت؟ صحيح. بطبيعه الحال لازم نشكر مجلس الاداره على الثقه اللي اعطوها فيا، والناس اللي يشتغلوا معايا يعني حاسس انه في زي ما بتقولوا في ناس في ظهري وناس بتساعدني. اي مدير فني هو واخذ القطار وهو يسير مش بتكون سهله يعني الظروف، ولكن بالوقت ان شاء الله نجم نوصلوا الحاجه للهدف ولا الاهداف نتاعنا ان شاء الله. كابتن معين، يعني النهارده
عايز اسالك عن مواطنك سيف الدين الجزيري، النهارده بيعود للتالق مره تانية، وانت عارف ان سيف، انت عارفه كويس، سيف يعني لعيب نفسي بشكل اكبر، محتاج ان هو يتعامل نفسيا بشكل جيد. هل انت شايف ان رحيل فريرة حرر سيف الدين الجزيري نوعا ما؟ شوف، انا من بطبعي ما نحبش ندخل في الامور الفنيه اللي تشمل المدربين، لانه المدرب يكون اقرب واحد للاعبين وهو قراره طبعا يكون هو الانسب، ولكن انا شخصيا اعرف سيف الدين الجزيري بالنسبه لي من احسن المهاجمين اللي جو في العشريه الاخيره في تونس، انسان مقاتل، انسان عنده يعني كواليتي كبيره، فنيا سريع. الدوري المصري محتاج يعني لاعبين مثل سيف الدين الجزيري، وسيف الدين الجزيري كما قلت محتاج ناس يكونوا يعني معاه، محتاج برشا حب، محتاج برشا ثقه، وتشوف منه حاجات كثيره. معناها سيف ان شاء الله تكون الانطلاقه نتاعو جديده، لانه عمل انطلاقه يعني كويسه الفتره اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان حاسم سيف الدين في الدوري اللي خذاه الزمالك، وان شاء الله يرجع لمستواه، واكيد هو باش يرجع لمستواه ان شاء الله. كابتن معين الشعباني المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بتمنى لك التوفيق وشكرا جزيلا على مداخلتك معنا. يعني طبعا دي كانت مداخله مهمه جدا مع كابتن معين الشعباني، واحد من المدربين المحترمين والمدربين المميزين جدا، حصل على بطوله افريقيا ابطال الدوري مع طبعا مع الترجي اعتقد مرتين، يعني صححوا لي وده مرتين تقريبا، وده رقم ده يعني مش سهل على اي مدرب، ده بيبين لك ان هو مدرب كبير. دي لقطات طبعا المباراه. بيراميدز زي ما كابتن معين بيقول فريق محترم وفريق كويس، وباتشيكو يعني خلاهم فريق سوليد. يعني ايه سوليد؟ فريق صعب ان انت تجيب فيه جون بسهوله، وفريق منظم دفاعيا، وانتوا عارفين باتشيكو، جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، يعني مدرب يعني منظم جدا جدا، وده واضح على الفريق وعلى فريق بيراميدز. طبعا ضربه الجزاء اللي تم احتسابها وتقدم بيها رمضان صبحي اللي حصل على جائزة رجل المباراة، وأنا سعيد جدا لرمضان إن هو ابتدى إن هو يلعب بفرحة تاني، بقالي كتير ما شفتش رمضان صبحي بيضحك وهو بيلعب، الابتسامة عادت ليه تاني جوه الملعب، وده مهم جدا. أنا حاسس إن الضغوط اتشالت من عليه شوية، وسعيد جدا جدا ليه، لأنه لعيب موهوب ونفسي ان هو يرجع لمستواه مره ثانيه، وابتدى ان هو يتعافى وان هو يرجع لمستواه مره ثانيه. ده طبعا الهدف الشناوي، يعني حط علي جبر في ازمه، مفيش حد بيبدا هجمه كده بايديه في القلب، طبعا نتج عنها ان احمد سامي اضطر ان هو يكبر جسمه زي ما بيقولوا بايديه، ويعني قرار صحيح 100% والطرد صحيح 100%، ولكن بالنسبه لي غريبه جدا ان في حكام بنفس اللقطات دي ما بتحسبش حاجه، هي نفس اللقطات يقول لك لا مش بينالتي، والفار حتى ما يستدعوش، وده حصل معانا ماتش الاسماعيلي والمقاولين في لقطه يعني من الكابتن حنفي كانت كفيله ان هي تغير سير المباراه تماما، ولكن خلاص يعني اللي فات مات، مش هنقعد نشتكي. ولكن الغريب ان مفيش قرارات موحده، احنا نفسنا يبقى في قرارات موحده. الراجل لو ايديه طلعت بره جسمه بينالتي، ايديه جوه جسمه اكروس هيز بادي يعني او جوه جسمه يبقى مش بينالتي، زي ما بنشوف في كل حته في العالم. ما ينفعش ان كل واحد بياخد قراره على مزاجه، ما ينفعش ان هو كل واحد بياخد قراره على مزاجه. احنا عندنا حكام مميزين جدا وعندنا حكام كويسين جدا، محتاجين حمايه كبيره من اتحاد الكوره. وانا بقول لكم، عايز اوريكم الاول انا بتاريخ 12/6/2022، يعني بتتكلموا عن اكتر من 6 شهور، وانا بحط كده خريطه او روشته، كنت بحط لكم، كنت عامل زي برزنتيشن كده هنا في الريمونتادا، وبقول يعني كان انا فاكر كان لسه اتحاد الكوره جاي وكده، وانا بقول لهم علشان الكوره المصريه حلقه يتصلح لازم نعمل ايه، لازم نعمل ايه. واحده من اهم الحاجات اللي قلتها وانا بتكلم، قلت ان يجي خبير تحكيم اجنبي يجي، بس ما يجيش ويترمي في النار ويتساب لوحده، يتحط معاه مساعدين وناس تقدر ان هي تساعده ويتم حمايته بشكل جيد، وده ما حصلش اسف. شوفوا بقى اهم نقطه قلتها اللي هي اهم من اي حاجه،
من اكتر من 6 شهور فاتوا 7 شهور، قلت ايه؟ اخيرا بقى الاهم من كل حاجه انا جبتها لكم في الاخر، تفعيل دور لجنه القيم والمبادئ، اللجنه بتاعت الايثكس وبتاعت القيم والمبادئ. اي رئيس نادي يتطاول على حد ناديه يتاذي، خصم 3 نقاط، اول مره غرامه. اي مدير كوره يطلع يتطول على اي حد اديله غرامه، الغرامه اللي بعديها مش هو اللي يتعاقب، ناديه هو اللي يتعاقب، عشان كل الناس تتعلم الادب. هو كده، هو كده، لازم الامور تبقى كده. لجنه القيم والمبادئ دي سلاح مديهولك الفيفا، انت مش عايز تستخدمه، مش عايز تستخدمه ليه؟ عشان كده بيطلع لك كل الناس بتطلع تتطول على بعض. لما انت النهارده اعمل لجنه قيم ومبادئ وحط لها قوانين من قبل بدايه الموسم. رئيس نادي ايا كان انت مين، هتطلع هتتطاول على اي من زملائك او اي من خصومك او اي حد، اول حاجه اروح مديك غرامه 500,000 جنيه، تاني حاجه هخصم من فرقتك 3 نقط، تالت حاجه هخصم منهم 6 نقط. مفيش ولا حد هيطلع يهاجم حد، لان خلاص هيبقى بيأذي نفسه. انما لجنه القيم والمبادئ ما تمش تفعيلها، ما اعرفش ليه، عشان عايزين الدنيا تفضل كده لسبب ما، مش فاهم. اخيرا بقى اظن الكلام واضح، قالوا لكم من 7 شهور، لان انا شايف ايه اللي هيحصل. عمرك ما هتعرف ترجع الجمهور تاني بفول كاباسيتي، او ان هو يرجع بشكل كامل، طول ما انت سايب الناس كلها بتشتم بعض، طول ما انت سايب الناس كلها بتتطول على بعض، والناس بتقطع التحكيم وبتتكلم وبتقول. خلي بالكوا الكلام على عينك يا تاجر، واوعوا تاخدوا جزء وتسيبوا جزء. انا بقول لكم معظم الناس بتتطول على بعض، سواء بطريقه مباشره او سواء بطريقه غير مباشره، من بالذات من الاهلي والزمالك، هنا وهنا، وعبر القنوات الرسميه للنادي. الكلام ده مش موجود في اي حته في العالم، خلي بالكوا. اي حد بيبقى بيصبح عنصر مضر للنظام الكروي في اي دولة بيتم بتره، واحنا عندنا بقى العناصر كتير قوي. اوعوا تختزلوا الموضوع في شخص واحد. طيب النهاردة في نادي هتلاقي ان رئيس النادي بيطلع يتكلم بلسانه، وفي نادي تاني هتلاقي ان رئيس شركة الكرة طلع بيطلع بيتكلم بلسانه، وفي نادي تالت هتلاقي ان في مدير كرة بيطلع يتكلم بلسانه، وفي نادي رابع بيختار ان هو يعمل لجان تتكلم. حاجات كتيرة جدا، كل واحد ليه اسلوبه في الادارة، وكل واحد ليه اسلوبه في الضغط، والضغط جزء من كرة القدم، ولكن مش بالشكل ده يا جماعة. احنا بنعمل الضغط او الحرب النفسية باسلوب فج، اسلوب فج ملوش اي علاقة لا بالرياضة ولا بكرة القدم. ربنا اداكوا، وبقول لكم الكلام ده، انا الفيديو اللي انا جبته لحضراتكم ده من 7 شهور، سلاح انتوا خايفين تستخدموه، انتوا خايفين تستخدموه. ليه؟ ما اعرفش. ليه؟ ما اعرفش. افتكروا كلامي وقولوا ميدو قال. انا هو بص، انا قايل لكم فيديو من 7 شهور. بعد 7 شهور لو ما سمعتوش كلامي، تمام، هتكون الكرة المصرية حصل فيها مصيبة تانية. كلام اهو دوكيمنتد، موجود، موثق. لو ما تمش تفعيل لجنة الانضباط ولجنة القيم والمبادئ، الفيفا ادالك حق ان انت تعاقب اي حد يخرج عن النص، انا بقول لكم هتحصل مصيبة جديدة في الكرة المصرية. وقولوا ميدو قال، وهنرجع سنوات لورا، وهنرجع لسنوات الظلام مرة تانية اللي كان فيها. فاكرين لما كانوا بينزلوا الرياضيين يعملوا مظاهرات ووقفات أمام وزارة الشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضي؟ هترجع تاني لو ما فعلتوش لجنة القيم والمبادئ على الجميع، على الجميع. ربنا ما يرجعها أيام، لكن هترجع، هترجع لو فضلتوا سايبين كده الباب مفتوح، هترجع، لأن ده بيزود الاحتقام ما بين الجمهور. هتيجي من النهارده في وقت من الاوقات هتروح مزود عدد الجماهير والناس، وهي داخله هتحصل مشاكل وهتحصل جنايات. لازم يا جماعه يبقى في نظام، لازم يبقى في نظام، مفيش تهريج. وبالحديث
عن النظام انا شايف يعني اتجاه كده مش مظبوط ما بين جمهور الاتحاد السكندري وما بين جمهور اسماعيليه. مين بقى اللي بدا ما قصه ايه؟ انا القصه دي لازم تتقفل. انا امبارح طبعا كان في حديث ما بيني وما بين الحاج مصلحي ونادي الاتحاد، ناس محترمه، ناس شاكرين، نزلوا بيان رسمي بيأكدوا على العلاقات الوطيده والعلاقات الطيبه ما بين والعلاقات التاريخيه. جيبوا لي صوره البيان يا جماعه بعد اذنكم، لان الاتحاد نزله. نادي الاتحاد نزل البيان، واحنا النادي الاسماعيلي يعني طبعا انا اتكلمت مع المركز الاعلامي وعملنا صياغه البيان بتؤكد العلاقه الطيبه والعلاقه الوطيده ما بين نادي الاتحاد ونادي الاسماعيلي. احنا عندنا الماتش اللي جاي الاسماعيلي عنده الاتحاد في اسكندريه، ولازم العقلاء يتدخلوا، ولازم بعض الموتورين يوقفوا شغل العيال الصغيره. الانديه دي انديه صاحبه تاريخ كبير جدا، والعلاقات بينهم اكبر بكتير من مباراه كره قدم. اوعوا تخلوا حد يخش ما بيننا يودينا في حته مش كويسه. العلاقه ما بين نادي الاتحاد السكندري ونادي الاسماعيلي، او ما بين النادي الاسماعيلي ونادي الاتحاد السكندري، علاقه طيبه جدا، علاقه طيبه جدا وعلاقه تاريخيه. ده بيان طبعا نادي الاتحاد السكندري اللي يعني اللي اصدره المركز الاعلامي للاتحاد السكندري بالامس، كلام يعني محترم بيؤكد على وبيرسخ على العلاقه الطيبه ما بين الاتحاد السكندري وما بين الاسماعيلي. اهو نص البيان، نص البيان: العلاقات الطيبه والتاريخيه هي ما تجمع نادي الاتحاد السكندري بشقيقه النادي الاسماعيلي. هو ده كلام الناس العاقلين، هو ده كلام الناس العاقلين. واحنا عمرنا واحنا موجودين ان احنا هنسمح ان شاء الله ان هو يكون في حاجه غير كده. العلاقات الطيبه والتاريخيه هي ما تجمع الانديه الشعبيه والجماهيريه. هو المفروض يا جماعه ان الانديه الشعبيه والجماهيريه هم كلهم يحطوا ايديهم في ايدين بعض، يحطوا ايديهم في ايدين بعض. وطبعا الاستاذ محمد مصلحي بيؤكد دائما على عمق وقوه العلاقات التي تجمعه بشقيقه النادي الاسماعيلي، وجماهير الناديين تجمعهم روابط وثيقه واحترام متبادل وستظل دائما. النادي الاسماعيلي رد ببيان، بيان محترم جدا بيؤكد على العلاقات الطيبه ما بين الناديين. ما تخلوش حد من الناس الموتورين يخش يبوظ الدنيا. ده بيان النادي الاسماعيلي امام حضراتكم اللي خرج برضه بالامس. اصدرت بيان يا جماعه امبارح بعد اذنكم، بيان امبارح يعني طبعا النادي الاسماعيلي اصدر بيان عبر موقعه الرسمي بالامس، ويعني كان نصه ان هو برضو بيأكد على العلاقة التاريخية والعلاقة الوطيدة ما بين الاتحاد السكندري وما بين الاسماعيلي. وانا بقول لكم احنا من ناحيتنا، وانا متأكد من ناحية الاتحاد السكندري والحاج مصلح هيبقى بدي اوامره بالكلام ده، ان احنا هنروح اسكندرية نلعب ماتش كورة بس، نلعب ماتش كورة بس، هنروح هنحاول نكسب ونلعب نلعب ماتش كورة، هنلعب على المكسب. وفي نفس الوقت عندنا احترام كبير جدا جدا لنادي الاتحاد، وعندنا احترام كبير جدا لفريق الاتحاد، وعندنا احترام كبير جدا للحاج مصلحي رئيس النادي الاتحاد والمدير الفني مانولوفيتش، وهو راجل يعني علاقتي طيبه جدا بيه. وهنروح نلعب كوره بس زي ما في كل الماتشات احنا بنلعب كوره، مفيش اي حاجه بنعملها غير الكوره. عمرنا لما بنقول للاعبتنا العبوا مثلا تعمد العنف او الايذاء، ولا عمرنا بنقول لجمهور سب حد، بالعكس بنقول للناس رحبوا بالضيوف بتوعنا في كل على طول في ملعب اسماعيليه. والاجهزه الفنيه والانديه اللي بتجيلنا عارفين الكلام ده كويس كويس جدا. بنلعب الماتشات، ومهما كانت نتيجه الماتشات اول حاجه بنعملها بنروح نسلم على المدير الفني، واروح اسلم على المدير الفني واحييه سواء كسبان او خسران،
انا بالنسبه لي هي دي الكره اللي انا اعرفها. عمري في حياتي ما طلبت من لعيب ان هو يعمل نفسه مصاب زي ما اشوف للاسف في مدربين بتعمل. اعمل نفسك مصاب ويدخل الدكتور يتمشى وبتاع، شغل بلدي، شغل يعني جرى عليه الزمن زي ما بيقولوا، زي ما بيقولوا. عمرنا ما بنعمل الكلام ده، ولازم الحكام توقف الكلام ده. اصل التمثيليات بتبقى باينه قوي، باينه. الحكام لازم يجي لها تعليمات، يوقف الكلام ده. اللعيب اللي يعمل نفسه ان هو مصاب وبيمثل، اديله انذار، انذار في التاني خلاص مفيش حد هيضيع وقت. الحكم لازم يفرض سيطرته على اداره المباراه وعلى الفرقتين، مش بالزعيق، لا، بقراراته الصح. ارجع تاني لبيان النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي والاتحاد علاقه تاريخيه، انطلاقا وتاكيدا على العلاقات التاريخيه والممتده عبر سنوات طويله، فان النادي الاسماعيلي يشدد على عمق العلاقات الاخويه التي تربطه مع نادي الاتحاد السكندري، على انه لن تفلح اي محاولات خبيثه لزعزعه تلك العلاقات والتي تترجمها جماهير الناديين في كافه المباريات التي جمعتهما على مدار التاريخ. وتاني انا بقول لكم احنا يعني بيان طبعا محترم جدا من النادي الاسماعيلي. تاني انا بقول لكم عندنا ماتش، الاسماعيلي عنده ماتش مع الاتحاد يوم الاحد القادم ان شاء الله. انا بقول لكم ان جمهور الناديين باذن الله، باذن الله هيحيوا بعض. ده اللي احنا عايزين نشوفه. وحتى لو في ناس زعلانه من بعض بسبب بعض الفيديوهات وبتاع، لازم تعرفوا ان الفيديوهات دي اللي اصدرها ناس موتورين في الاساس. احنا اكبر من كده كلنا، وتاريخ الناديين اكبر من كده، وعلاقات الناديين اكبر من كده. ماتش الاسماعيلي والاتحاد الجاي ان شاء الله باذن الله هتشوفوا ان الجمهورين بيحيوا بعض، وهنقفل الباب بتاع الخلافات، لان احنا المفروض الانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه تبقى ايديها في ايديها في ايدين بعض، لان هي الانديه اللي بتمر بازمات كبيره لو ما دعموش بعض وايديهم في ايدين بعض. وانا على تواصل دائم مع الحاج مصلحي رئيس النادي، رئيس نادي الاتحاد، اللي انا بكن ليه كل الاحترام، راجل محترم وراجل مهذب وراجل بيحافظ على حقوق ناديه كويس جدا، وانا دي حاجه حقيقيه عليها. وده طبيعي، زي ما انا طبيعي ان انا راجل كمدير فني النادي الاسماعيلي لازم احافظ على حقوق النادي بتاعي، حتى لو قدام مين لازم احافظ على حقوق النادي بتاعي، واحاول ان انا اجيب دايما احسن حاجه للنادي بتاعي. ده اللي احنا اتربينا عليه وتعلمناه. ان شاء الله الماتش الجاي ما بين الاسماعيلي والاتحاد هيكون ماتش كوره بس، وهنركز في الكوره بس ان شاء الله باذن الله. الجمهورين في المدرج الاثنين هيحيوا بعض، وهنلعب كوره بس. وقفلوا الصفحه بتاعت الخلافات دي على السوشيال ميديا، والكلام والكلام ده لازم يتقفل. انتوا شايفين اداره الناديين اهو بيعملوا ايه. وبالحديث عن اداره الناديين، يعني طبعا اخيرا نادي الاسماعيلي ليه مجلس اداره مؤقت لحين اقامه الانتخابات في شهر اكتوبر القادم باذن الله. النهارده وزاره الشباب والرياضه اصدرت بيان بتشكيل اللجنه المؤقته لاداره النادي الاسماعيلي، زي ما هو امام حضراتكم. يعني طبعا تشكيل اللجنه المؤقته لاداره النادي الاسماعيلي، اللواء ابو بكر الصديق الحديدي رئيسا للجنه، الاستاذ محمد ابراهيم احمد، الاستاذ احمد جمال فهيم، المستشار الطاهر الشافعي، الاستاذه مروه عرابي، الاستاذ محمد الشحات ابراهيم. اول مره اعرف ان شيحه اسمه محمد الشحات ابراهيم. طبعا الاستاذ محمد الشحات ابراهيم، الاستاذ نصر الدين مصطفى، كابتن القدير واسطوره الاسماعيليه كابتن اسماعيل حفني موجود في اللجنه. كابتن اسماعيل يعني طبعا اصلا في اللجنه الفنيه في النادي، فهو رجل مش غريب على المكان وعارف كل خبايا النادي الاسماعيلي. كابتن اسماعيل حفني طبعا ضمن اسماء اللي اعلنت عنها وزاره الشباب والرياضه النهارده. عايز اقول لكم يعني انا مجهز تقرير كامل عن موقف الفريق واحتياجات الفريق، و
ما حدث في فترة الإعداد وما الأسباب التي أودت إلى الموقف اللي بيمر به النادي الإسماعيلي، وعامل يعني تقرير كامل عن الفرق في الأرقام والإحصائيات منذ تولينا المسؤولية حتى آخر مباراة والتطور اللي حصل بالأرقام وبالإحصائيات ومتطلبات المرحلة القادمة، مش من ناحية التعاقد مع لاعبين فقط، ولكن قبل التعاقد مع لاعبين هو حصول لاعبين على مستحقاتهم، وده بالنسبة لنا أهم شيء، أهم من التعاقد مع أي لاعب آخر. في تقرير شامل هقدمه إن شاء الله، يعني أنا هطلب لسه ما لحقتش أتكلم مع حد، لكن هطلب اجتماع مع مجلس الإدارة الجديدة أو اللجنة المؤقتة يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا، هعرض على السادة المسؤولين الجدد كل كبيرة وكل صغيرة عن الفريق في الفترة الماضية واحتياجات الفريق في الفترة القادمة، سواء من معسكرات سواء من مكافآت، يعني عامل لهم تقرير شامل وتصور عن متطلبات المرحلة القادمة لتواجد الإسماعيلي في وسط الجدول. أنا النهاردة لما بعمل بلان ما اقدرش احط البلان ده ان انا الاسماعيلي يبقى في الدوري الممتاز. لو عملت بلان ان الاسماعيلي يبقى في الدوري الممتاز هننزل درجه تانية. ان انا عامل تصور ان ازاي الاسماعيلي ينهي الموسم في وسط الجدول. ده البلان اللي انا هقدمه لمجلس الاداره الجديد يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله، بتمنى لهم التوفيق. المهمه صعبه ولكن لازم كلنا نتكاتف ولازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نقدر ان احنا نخرج بالاسماعيلي من الازمه اللي بيمر بيها. نطلع فاصل وبعد الفاصل هكلمكم عن ماتش الزمالك وفيوتشر واول فوز تحت قياده الكابتن اسامه نبيه. بكم مشاهدي قناة المحور وبرنامج الريمونتادا من داخل محافظة الإسماعيلية ووقائع المؤتمر الصحفي لمحافظ الإسماعيلية لتقديم دعم مادي إلى النادي الإسماعيلي. الحقيقة احنا طبعا يعني بنسعى في كل التوقيتات ان احنا ندعم النادي الإسماعيلي بكل اللي نقدر عليه، لان الإسماعيلي غالي جدا طبعا علينا وعلى إسماعيلية بالكامل. لكن في نقطة مهمة قوي يمكن يعني ناس كتير الحقيقة مش أخدة بالها منها، إن نادي الإسماعيلي فيه عاملين، والعاملين دي نسبة مش قليلة اللي موجودين هناك، والعاملين دول فاتحين بيوت ومرتباتهم الحقيقة هي اللي فاتحة بيوتهم. المجموعة اللي مسؤولة واللي بتدير نادي الإسماعيلي النهاردة لغاية طبعا ما يبقى فيه يعني قرار من معالي وزير الشباب والرياضة بخصوص تحديد لجنة للإدارة حتى موعد الانتخابات القادمة. كل التوفيق لنادي الإسماعيلي وإن شاء الله يعني مزيد من التوفيق في الفترة اللي جاية عشان يطلع من الكبوة اللي هو موجود فيها. اللواء شريف إشارة النهاردة بيعمل مبادرة ومن خلالها يعني سابقا دعم نادي الإسماعيلي بستة مليون والنهاردة بيدعم نادي الإسماعيلي بخمسة مليون، وبنقول له مشكرين. اللواء شريف قصد ان هو يوجه المبلغ ده للعاملين داخل النادي لضمان استقرارهم وضمان، لان دول اصحاب مرتبات بسيطه. فان شاء الله ومن خلال المبادره ديت برضو بقول لجماهير الاسماعيلي يعني يا ريت الاستمرار في دعم نادي الاسماعيلي. النهارده ان شاء الله هيعلن عن اللجنه من قبل وزاره الشباب والرياضه بالتنسيق مع معالي الوزير المحافظ، وان شاء الله يكملوا المسيره ويكون شعب الاسماعيليه وجماهير الاسماعيليه والقادرين في محافظه الاسماعيليه. نادي الاسماعيلي بمر بازمه، فان شاء الله ان شاء الله نادي الاسماعيلي ان شاء الله هيعديها
بكل وعلى يد كل المحبين لنادي الاسماعيلي ان شاء الله. هل انتهيتوا من تسليم وتسلم اجراءات تسلم وجرد؟ احنا حضرتك سمعنا ان كان في اجراءات تسليم وتسلم وان انتم بتستلموا النادي، اللجنه اللي هي مكلفه من الجهه الاداريه كانت بتستلم النادي، عايزين نعرف ايه اخبار الاجراءات. يعني احنا انتهينا من اعمال التسليم والتسلم وان شاء الله في انتظار صدور قرار معالي الوزير او الاعلان عن الناس اللي هتدخل تتحملوا. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، ولسه مكملين كلامنا عن الدوري المصري. وسعيد جدا ان انا انضم لي الكباتن الكبار، واحد الاول من النجوم الكبار واللعيبه الحريفه قوي، واحد من الناس اللي مثلوا طبعا الزمالك والاهلي والاسماعيلي وطبعا منتخب مصر في جيل عظيم، جيل 90 وجيل الكابتن محمود الجوهر الله يرحمه. بيسعدني ان انا يكون ضيفي الكابتن مجدي طلبه. كابتن مجدي مساء الخير. مساء النور كابتن، منورني يا كابتن. انا منور بيك، ربنا يخليك. والنجم المعتاد نجم الريمونتادا دودار. دودار مساء الخير حبيبي يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، مبسوط ان انا معاك طبعا، ومبسوط طبعا ان انا مع قيمه كبيره، معاك جنب قيمه كبيره كابتن مجدي طلبه. طبعا كابتن مجدي، هاخدك الاول النهارده اول فوز لنادي الزمالك في 2023. ايوه. واول فوز للكابتن اسامه نبيه. والفرقه تحس النهارده يعني رغم ان هي مباراه صعبه، انما تحس ان في بعض اللعيبه جوه الملعب اتحرروا بشكل ما. ايه اللي اتغير؟ يعني اعتقد اللي اتغير في القصه دي كلها انه اليومين اللي فاتوا كان في نوع من انواع التشويش حوالين في التيم نفسه. الكلام اللي اتقال كتير، الكلام اللي بيتقال كتير، مين بيلعب في مش كذا، واحد بيلعب ما بيلعبش في البوزيشن بتاعه. في قلق من ناس بتلعب وفي ناس مقموصة عشان ما بتلعبش. كل ده اعتقد انه ما كانش يقدر يصلحه بشكل كبير فيريرا. فيريرا انت عارف الاجانب دايما الخواجات عندهم واحد زائد واحد يساوي اتنين، انت موجود معايا بتلعب، مش موجود يبقى تاخد استنى لما تيجي يجي الدور بتاعك وانتهي الموضوع. ما بيحبش الزن على الودان كل شويه، انا ما بلعبش ليه؟ طب انت عارف الحاجات اللي هي بتاعت اللعيبه المصريه، اللي يجي لك اللعيب يجي لك يقول لك اللي ما بيلعبش يقول لك طب قول لي ايه يا كابتن اللي ناقصني عشان اعمله. هو ما بيحبش الدوشه دي، فالدوشه دي شكلها كانت موجوده بشكل كبير. اسامه بطبيعه تواجده الفتره اللي فاتت كلها وقربه دايما نمره اتنين بيبقى اقرب للعيبه من الهيد كوتش. صحيح. وفي الغالب بيبقى اقرب للعيبه اللي ما بيلعبوش كتير. بيروح يشتكوا له ورا المدير الفني، يعني يروح يشتكوا له همهم اللي ما بيلعبوش، احنا ايه الاخبار عندنا ايه. صحيح. كلنا لعبنا وعرفنا وكلنا مرينا بالقصه دي. فمن هنا عمل ترابط كبير جدا بينه وبين اللعيبه اللي هي الاهم في الموضوع بتاع الدوشه. فخلاص هو عارف القصه كلها من اولها لاخرها، زائد ان هو كان ليه وجهات نظر، واعتقد ان هو ساب التيم على اساس ان وجهات نظره ما بتتاخدش بيها، او مش شايف ان في تحقيق للوجهه اللي عايز ينفذها او يطبقها او يقول رايه حتى يمشي بيه. فهو دلوقتي بيطبق وجهه نظره، اللعيبه بتساعده بشكل كبير جدا، في واضح ان في تفاهم بينهم وبين بعض كبير، وده اهم حاجه ميدو. طيب. ان الكوتش مش بالضروره خالص يكون على درجه عاليه جدا من التفوق الفني، لازم يكون طبعا عنده درجات مقبوله جدا او جيده جدا، انما في نفس الوقت لازم التعامل بينه وبين التيم اللي معاه يكون في كيمياء مظبوطه جدا، واعتقد ان هتبدا الدنيا تمشي معاهم في الفتره اللي جايه ديت. زائد الهدوء الاداري لازم يبقى موجود، وهو موجود. يعني ايه؟ يعني انت فاكر الفترات اللي قبل كده مع اول خساره للزمالك تحصل ضجه كبيره جدا ونشيل ونحط ونغير، ان فريرا السنه ديت ما مشيش كويس خالص من بدايه السنه. فصابرين يعني خد وقته تماما. الكلام ده ما كانش موجود قبل كده بشكل كافي. صحيح. انما النهارده كان موجود، وعشان كده حتى الشارع الزمالكاوي قابل القرار، قرار الرحيل قابله كويس جدا بدون دوشة. صحيح. دودار، أخطاء دفاعية متكررة، يعني
مدافعين الزمالك بيدوا هدايا لكل الفرق اللي بيلعبوها. النهارده فاز ما الزمالك متقدم وماشي بشكل كويس، يمكن اول كره تخش ال 18 نادي الزمالك. عبد الغني عمل حاجه غريبه جدا مش موجوده في يعني مش موجوده في الكوره. هل ده انت كراجل زملكاوي يقلقك؟ وازاي ان الـ 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 الامور دي تتصلح، الاخطاء الفرديه دي اللي بيقع فيها الزمالك؟ يعني في ماتش المحله الاخير انا بقول لك وقفه اللعيبه غلط، ده مدرب، اللعيبه مش متنظمه بشكل كويس، مفيش تفاهم ما بين اللعيبه، واحد بيطلع اوفسايد والتاني بيغطي الاوفسايد. انما النهارده يعني فيوتشر رجع للماتش في جول مروان محسن بخطا ساذج جدا من عبد الغني. بص يا كابتن، طبعا انا ببارك لجمهور نادي الزمالك والمجلس الاداره واللاعبين. دايما انا ببقى شايف ان 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 لما يجي مدير فني جديد يمسك فريق ما بيقدرش يحط بصماته كلها، لكن انا شايف الكابتن اسامه والكابتن اسماعيل والجهاز كله اتعامل مع لعيبه بشكل نفسي، قدروا يخرجوهم من حاله الضغط اللي الجمهور زعلان منهم، حتى مجلس الاداره كان زعلان منهم وبيخصم منهم فلوس. لكن الفتره اللي فاتت الثلاث ايام اللي فاتوا ما اعتقدش ان هو الموضوع تكتيك قد ما هو ناحيه نفسيه، يقدر يرجع الثقه للعيبه الثانيه، بس رجع اللعيبه كل واحد لمركزه على الاقل. وده وهو ده اللي احنا كنا بننادي بيه. يعني كان مستر فريرا من الناس اللي انا بحبها جدا من ناحيه التدريب، لكن الفتره الاخيره بيجيب حمزه المسلوسي يلعبه باك ليفت، ويجيب عمر جابر مستواه مش احسن حاجه فبيلعبه باك رايت، وبعد خالص سيد نمار النهارده الكابتن اسامه لاعب كل اللعيبه في مراكزها. شايف ان كمان الكابتن اسامه النهارده قدر ان هو غير الطريقه الشوط الاولاني بطريقه 4-2-3-1، ولعب امام عاشور قدام السيسي وقدام دونجا، ودي كانت حاجه مميزه جدا وحاجه كويسه جدا ان امام عاشور بقى عنده حته الاريحيه ان هو يلعب ناحيه الشمال وناحيه اليمين، وبيهاجم من ورا الجزيري ومعاه زيزو ومعاه شلبي. شايف ان اللعيبه النهارده لا في ثقه، كمان التنظيم الدفاعي عايزين نشوفوا لا ده جون يعني ده جون فيوتشر خطا اولا من دونجا، ثانيا من عبد الغني، لان عبد الغني طبعا بص يا كابتن لو رجعت شويه لو رجعت كمان 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 هتلاقي السيسي مغطي عبد الشافي، وده وضع طبيعي. كان لو رجعنا كمان هتلاقي دونجا راجع برضو على مهله، مع ان النهارده دونجا كان كويس وراجع على مهله. المفروض السيسي ورا عبد الشافي، المفروض دونجا سبرنت يروح على الراجل ده ويجي زيزو مرحل كمان قريب من دونجا بجانب كمان. اشتغل اشتغل كمل كمل كمل، المفروض دونجا يروح رايح على طول ما يستناش اللي هو ايه، ما هو هيعد لمين الراجل؟ المفروض كان راح مره واحده. بجانب كمان خطا من عبد الغني، وانا شايف يا كابتن الفتره اللي فاتت عبد الغني مش في احسن حالاته. مدافع كويس، لكن انا من وجهه نظري المدافع او اللاعب اللي هو مش في حالته اكتر من ماتشين ثلاثه واجب على المدير الفني يريحه. ما خلاص هو مش موفق لحد لما الكلام ده قلته محمود علاء، بس ما عندوش دودار بدائي. لا عنده محمد طارق ده سيرت باك هايل جدا، عنده مصطفى الزناري برده كويس. فبالتالي ده اللي احنا قلناه يا كابتن مع محمود علاء لما كان في الاتحاد ماشي بشكل كويس جدا، قلنا ان هو لازم يريح، وفعلا ريح حوالي اسبوعين ورجع بقى ماتشين على التوالي احسن لاعب في الاتحاد. نفس القصه برده لعبد الغني، اخطاء ساذجه جدا جدا، لازم عبد الغني يراجع نفسه. النهارده التيم ماشي بشكل كويس جدا اول ربع ساعه يا كابتن، اول ربع ساعه اول مره اشوف نادي الزمالك عنده تنظيم دفاع كويس جدا. غلط خطا فادح المجدي صح. هو الغلط انه فكر تفكيرين، دي وجهه نظري في الكره دي، عايز يطلع كورنر وفي اخر لحظه قال لك اطلعها بره بدل ما اطلع كورنر. فهنا في الـ في الـ في الفاس دوت ما ينفعش تفكر تفكيرين، هو مره واحده وانت وشك فين حط الكره في وشك، صحيح ما تقعدش تفكر كتير. وده بيبقى من تحضير اللاعب لنفسه قبل الماتش بالظبط، مش ملهاش دعوه بكوتشنج دي خالص. دي تحضير اللعيب، اللعيب زي عبد الغني النهارده بيلعب في التيم بقاله فتره طويله، ده كابتن فرقه، ده تاني كابتن فرقه، من الدعائم الاساسيه في دفاعات النادي الزمالك بقاله فتره طويله. فاذا هو عنده من الخبرات ما يستطيع بيها انه يقدر يجهز نفسه ويحضر نفسه قبل الماتش لمواقف زي دي، لان الموقف اللي زي ده ميدو في الماتش بيتكرر 20 مرة كتير. يعني ممكن يتكرر عليه 20 مرة لو بيلعب ماتش تقيل زي ماتش النهاردة، يبقى لازم يحطه في دماغه ويحضر نفسه من أول الماتش ويعمل سيناريو للقطات اللي ممكن تحصل، للمواقف اللي ممكن تحصل اللي هي بالمناسبة غالبا متكررة. يعني الموقف ده هتلاقيه لو جبت أي ماتش تاني لنادي الزمالك في كرة زي دي هتلاقي عبد الغني بيشيلها بيطلعها وبيطلعها بشكل كويس. ليه؟ كان في درجات تركيز اعلى. تعرف كابتن مجدي، يعني انا في رايي يعني ان بدايه وقفته نفسها غلط، ودودار يعني هو راجل مدافع يقول لنا الكلام ده،
ان الكره وهي هناك هو لازم ما يبقاش واقف بجنبه كده، لازم يبقى وشه للملعب عشان الدنيا تبقى سهله بالنسبه له. هو اللي خلى نفسه وشه لجونه، يعني هو اللي خلى نفسه من الاول في وقفته. ما هو عشان كده انا بقول هنا دلوقتي بناء على وقفته، وهي جايه وشك في الكورنر حطها كورنر خلاص، ده الموضوع منتهي. في البدايه خالص في لو احنا مشينا، انا هنا برضو في حاجه لازم في التحول هنا لازم نفهمها برضو لعيبه وسط الملعب بتاعتنا، عشان لو رجع لا رجع كره من اولها كده من 20 متر ورا كده، لو رجعنا 20 متر ورا هنشوف هي دي بدايتها بالنسبه لنا. بص هنا كده الراجل دونجا. لا زيزو بص الراجل اللي جنب زيزو، جاي من ورا زيزو. زيزو بيبص هنا فين؟ زيزو بيبص ناحيه القلب بتاع الملعب. بس الصوره خد بالك كابتن، اوقات بتبقى الصور برضو ممكن. انا مستغرب فين امام عاشور، انا بتكلم يعني امام عاشور فين في اللعبه دي؟ ما هو هنا امام عاشور خلي بالك عشان الفاس هنا جاي لنا كده، الكوره اكيد مقطوعه من نص الملعب في الوقت اللي كان فيه بيهاجم فيه نادي الزمالك. وانت بتهاجم الوضع الدفاعي بتاعك بيبقى شبه عشوائي. ليه؟ لان انت بتبقى فاتح الملعب، خاصه لما تكون بتعمل هجوم مفتوح فبتفتح خطوطك كلها، فصعب جدا ان الارتداد بتاعك يكون بالشكل الامثل الا لو انت طبعا في ستيم زي نادي الزمالك يبقى عارف الترحيل بتاعه فين ولازم. وده انا عندي دايما بقول ان احنا التيم الجيد المحترم بيبدا الدفاع وهو بيهاجم، وقفه الناس ورا ورا بالظبط كده طبعا، عن طريق الوقفه والترحيل بتاعه يبدا ينفذ الدفاع بالظبط، يبدا ينفذ اساليب الدفاع بتاعته بعد ما يخسر الكوره. هنا لو شفنا لو بعد ما يمشي بالكوره هتبص تلاقي اللي جنب زيزو راح سبقه. متخيل الكوره دي لو كانت راحت له، بص زيزو راجع ازاي؟ زيزو المفروض يرجع اصلا، المفروض يبقى لازم التحول بتاعه يبقى ورا اسرع. احنا هنا دلوقتي بنتكلم في بالظبط، احنا كده بنتكلم في ان زيزو خارج الكادر طلع نفسه ورا، الموضوع مش 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 عنده، ده الموضوع عند عبد الغني. انما الكوره دي لو راحت ورجعت للراجل في القلب ده هيجيب جول او اتشطت وردت له صحيح. كابتن واحد من 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 الحقيقه انا سعيد جدا ليا دودار عبد الشافي. عبد الشافي عايز يعني اراجع عبد الشافي على فكره نموذج لكل لاعبي كره القدم، يا ريت كل وانا انا انا على فكره مش من لان يعني يا ريت مش عارف اقول لكم ايه يعني. عبد الشافي انا اتشرفت ان انا لعبت معاه ودربته في نادي الزمالك، انا مرات في المنتخب الاولمبي. قمه ما اتغيرش يا كابتن حاجه، لا خالص، اخلاق هدوء التزام، بيشتغل بلعب ما بلعبش مصاب وراجع ما بيشتكيش، عمره ما كابتن ما بيكومبلين او بي او او خالص. او بيشتكي من الفلوس خالص. او مستحقات من في اي حاجه. والنهارده ربنا بيكافئه وبيكرمه، النهارده جمهور الزمالك يا دودار اللعيب الوحيد اللي حياه وبينادي باسمه بعد المباراه عبد الشافي. والجمهور واعي وعارف مين اللعيب اللي بيلعب فعلا بروح الفانيلا قبل اي حاجه تانية. عايز استرجع كام سنه بنتكلم، عنده كام سنه؟ مواليد يا كابتن 1/7/85 يعني عنده ما شاء الله 37 سنه ما شاء الله. النهارده يا كابتن يعني بيلعب ما شاء الله. ايوه تعالى اوريك الجمهور بيعمل ايه يا عبد الشافي. يستاهل كل خير طبعاً. عبد الشافي يا دودار طبعا عبد الشافي من بص يا كابتن، دايما انا ببقى شايف اللعيبه اللي بتبان وكابتن مجدي بقى عارف الكلام ده. طبعا اللعيبه لما بتقعد احتياطي او بتطلع بره السكور بتقلب وشها وبيبقى عندها مشكله كبيره جدا في شخصيتها. يعني بقول ممكن معظم اللعيبه المصريه لما بتقعد احتياطي او بتطلع بره السكور بتقلب وشها وبتزعل وبتتضايق. ايه اللي عبد الشافي؟ عبد الشافي من اللعيبه الرجاله اللي دايما شخصيته ما بتختلفش، سواء هو في اعلى فورمه ليه بيلعب منتخب مصر متواضع جدا، بيقعد احتياطي بيأزر اللعيبه اللاعب اللي موجود مكانه، حتى لما بيطلع بره حتى النهارده هم بينادوا له بيقول لهم الفرقه. ايوه بالظبط يعني دي شخصيته هو. كان طبعا كان موجود في الزمالك معايا وكان موجود في منتخب مصر معايا، لاعب شافي يستاهل اللي هو فيه.
عجبني جدا جدا يا كابتن النيحة البدنية بتاعته النهارده 37 سنة في الدقيقة 91 و92 بيشتغل بضغطه. كان في لقطة أنا جايبها له بيضغط بمنتهى الروح بمنتهى الرجولة كأن راجل عنده 20 سنة 22 سنة، وهي دي اللي كانت ناقصة نادي الزمالك. دي اللي ناقصة نادي الزمالك اللي هي آخر 5-6 ماتشات مفيش الروح مفيش الإصرار اللي هي الجمهور بينادي عليها. فأسوأ حالاتك اجري، فأسوأ حالاتك اتعب، باين لجمهورك ان انت بتعمل كل اللي عليك. النهارده عبد الشافي مثال للرجوله وللاصرار واللي الجمهور عايزه. على العكس تماما يا كابتن مجدي، يعني وبالحقيقه ما كنتش عايز افتح الملف ده، لكن النهارده برضو جالي اخبار وعرفت ان فتوح لما عرف ان هو بره ال 18، تعرف فتوح بقى له فتره بعيد. ايوه. فكانت القايمه 22 لعيب، كابتن اسامه خد قرار ان انت راجل لسه ما اشتغلتش وقت كافي مع الفرقه، سلام خد نفسه وروح قبل الماتش. معقوله؟ اه والله. حاجه يعني انا يعني بص انت بتتكلم في نموذجين، واحد عمل حاجات كتير قوي لعيب دولي يعني عبد الشافي، اعتقد ان هو عنده بتاع اكتر من 60 ماتش دولي، والراجل يعني جوه جوه بره بره كاس امم طبعا وشارك في نسبه كبيره جدا. والنهارده الناحيه الثانيه لعيب تاني كان بره اصلا الموضوع، سيبك يعني بره ليه، لكن روح اكيد اكيد سلوك مرفوض قولا واحدا. احنا بنتكلم على عبد الشافي على هو المثال لانكار الذات طبعا. لما تيجي تقول انكار ذات تقوم جايب عبد الشافي على طول وتحطه اكزامبل كده لكل الناس عشان نقول صحيح. انكار الذات يا جماعه نشوف عبد الشافي ومش في الكوره بس على فكره في الحياه في كل حاجه في الحياه عموما صحيح. ليه انا عشرته عن قرب جدا جدا جدا. اولا خلينا في موضوع فتوح الاول عشان السؤال بتاعك. فتوح ممكن يبقى قيمه كبيره في الكوره ممكن، انما عايز اقول له في ودنه كده بس، او في يعني القدر شاء ان انا اكلمه على الهوى، ان مش عشان تبقى لعيب لا يكفي فقط انك تكون لعيب كوره كويس عشان توصل للابعد مدى، لا يكفي خالص انك تبقى لعيب كوره كويس، ده جزء من تكوين شخصيه اللعيب المتكامل او اللعيب النجم. انك تبقى لعيب كوره كويس ده جزء، انما حواليه لازم الاتيتيود بتاعك يبقى عامل ازاي بينك وبين نفسك، بينك وبين زمايلك، بينك وبين المحيطين بيك بره الكوره. فده مهم جدا، ثقافتك ده شيء كبير جدا ومهم جدا. يعني لما نيجي نقول تعال نشوف هنجيب مثال على طول في القصه دي، نقول صلاح طبعا. صلاح كان فين طبعا وبقى فين؟ وانا دايما بقول الفرق ما بينه وما بيني حتى انا ان عقليته صلاح افضل بكتير من الراجل اللي وبيننا كلنا طبعًا. ان العقليه بتاعته خلت لا يمكن يكون ثقافه صلاح النهارده هي ثقافه صلاح من 10 سنين، لا طبعا استحاله طبعا. شخصيته مش هي شخصيه صلاح من 10 سنين. طب انت نصيحتك بتاعه يعني نصيحتك يعني انا 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 اقول لك بصراحه انا شايف فتوح رايح في حته مش كويسه أنا شايف كده باللي بيعمله دلوقتي. يعني قبل كده مواقف سابقه الطلب منه ان هو يلعب ثالث على الدايره ناحيه الشمال ورفض تماما في الزمالك رفض، قال لك انا مش هلعب يا اما العب باك ليفت. وده غريب يعني انا النهارده يعني على فكره، وده على فكره كان مركزه في الناشئين اصلا يعني انا كنت رئيس قطاع الناشئين وهو صغير كان بيلعب ثالث على الدايره ناحيه الشمال وكان بيلعبها كويس. فجي مره المدرب يعني هو لعب قبل كده مع تقريبا في سموحه تقريبا ثالث على الشمال ثالث على الدايره مره ورفض وانا عارف الكواليس يعني. بس كابتن برضو عشان خاطر برضو انا بحب ايه اخد برضو الجانب الاخر الاخر قولي قولي طبعا كلام كابتن مجدي طبعا اللاعب لازم يكون كلام مهم جدا 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 لازم كلنا ناخد بيه حتى مش اللي بيلعبوا بس. لكن انا برضو شايف ان فتوح قبل تصريحات رئيس النادي رئيس نادي الزمالك عليه كان ماشي بشكل كويس جدا، كانت الامور ماشيه بشكل كويس جدا. فانا طبعا الضغوط دي كلها ولد صغير لسه سنه صغير المفروض ما يحصلش كل اللي ده حواليه. انا المفروض كرئيس نادي ما اطلعش اهاجم لعيبتي، ما ينفعش ان انا اتكلم على لعيب حتى لو هو اخطا لازم اجيبه واعرفه اخطائه ايه وغلطاته ايه ما بينك وما بينه. فانا شايف كل اللي بيحصل ده دي قبل، لو انت جيت يا كابتن شفت تصريحات مجلس الاداره قبل ما تطلع فتوح كان ماشي بشكل كويس جدا، وكنا دايما بنادي ان الراجل ده يلعب اساسي منتخب مصر بشكل كويس صحيح. جدا ما لهاش دعوه بانه ما يتحطش في السكور فيسيب الفرقه ويمشي. لا يا كابتن انا ضد تصريحات النادي رئيس النادي برضو، وكنت شايف ان هي كان ممكن تعالي ضد ده. لكن انت عايز اسالك سؤال يا دودار. لا غلط ولازم تخصم منه فلوس. ممكن اسالك سؤال يا دودار؟ اسالك سؤال اتفضل كده تمام.
انا ضد تاني، انا ضد تصريحات رئيس النادي، وشايف ان الموقف ده كان لازم يعالج بشكل افضل بالظبط اسرع كمان. تخيل يا كابتن انت لما تكون مدرب تمام والباكين ليفت بتوعك وداخل بتلعب ماتش في الدوري بتنافس على الدوري يعرفوا ان في لجنه المنشطات فيروحوا قبل الماتش، ما دي برضو حاجه تجنن يا جماعه. يمشوا ويسيبوك ياخدوا عرباتهم ويمشوا ويقول لك اصل احنا واخدين منشطات، اللي واخد بقى دواء تخسيس اللي سيبك واخد ايه. طب انت كابتن حصلت معايا انا ايه اللي حصل؟ حصل معايا مواقف كتيره جدا إيه؟ هو كان بيخش منشطات لعيب تاني مش هو هو. يعني ايه انا بقول لك هو يعني ايه يخش منشطات؟ حصلت مواقف كتيره جدا موجوده في بعض الانديه. قول لي قول لي وانا يعني شفتها. مش عايز اقول لا يعني لا كان كان, كان المفروض لاعب يخش منشطات لاعب تاني دخل مكان ماشي بس مش ده اللي حصل. اللي انا عايز اقوله لك ايه ان انت ممكن تحل اي مشكله لكن مش على هوا. يا دودار ده اللعيب هو نفسه اللي مشي يعني اللعيب نفسه عرف ان هو اللي دخل الطبيب فمشي. الطبيب دخل قال يا جماعه الفلان الفلان. النهارده في لا ما قالش ما كانوش لسه اختاروهم اه اوكي. انت عارف بيختاروا دايما بيختاروا اللعيبه في وسط الماتش في وسط الماتش بعد الماتش يبدا فلكن الدكتور دخل قال اصل انا معايا القصه كلها دخل قال يا جماعه النهارده خلوا بالكم النهارده في منشطات راحوا هما الاثنين واخدين بعضهم وماشيين يا دودار. هي دي كره؟ ما انا برضو بقى يعني انت النهارده بتنافس على الدوري نادي بحجم نادي الزمالك الاثنين الباكين وتجيب الباك ليفت من البيت يلعب ما هو برضو وانا يا كابتن بقول لك هو مش غلطان. ايوه بس حاجه غلطان جنن. لكن ما تتعالجش كده ما تتعالجش كده طبعا ما تتعالجش كده. طب النهارده طب النهارده النهارده ابنك طب النهارده ماشي والنهارده يعني خلاص خسر منه فلوس ماشي الموضوع عدى خلاص والقصه عدت والراجل الناس فتح له الباب تاني ان هو يخش الفرقه مره تانية بس انت وحموك وانت النهارده هتخش انت هو انت بتلعب في مركز شباب ما انت هتخش طبيعي يا كابتن انت هتخش مره هتخش تدريج. دخلت المعسكر بره القايمه الماتش اللي بعده بكلمك فيه لعيب لا خاصه لما يبقى اللي في البوزيشن بتاعه عم شايف لعيبه تقال ما هماش لعيبه صغيرين يعني لعيبه تقال وخدوا الشوط ده يعني عبد الشافي قاعد بقاله فتره قد ايه عبد الشافي قاعد بقاله فتره طويله جدا بدون مشاركه ولما بيطلب منه بيشارك لما بيطلب منه الراحه بيستريح وما فيش مشكله خالص لازم كان يبقى التفكير يبقى متماشي مع السيمتريه اللي ماشي بيها. معنى تليفون مهم جدا يا كابتن مجدي واحد من المدربين يعني اللي انا سعيد جدا ليهم ومن الشخصيات اللي انا سعيد جدا ليها ومتالق في الدوري المغربي الكابتن طارق مصطفى. كابتن طارق مساء الخير. مساء الخير يا كابتن طارق. مساء الخير يا كابتن ميدو. الف الف مبروك الفوز الكبير على الرجاء 3-1 ومشرفنا في الدوري المغربي يا كابتن طارق. حبيبي يا كابتن ميدو الاول تحياتي ليك ولكل مشاهدينك وطبعا لحبايبي كابتني كابتن مجدي طولبه اللي اتشرفت باللعب معاه في منتخب مصر ودودار طبعا حبيبي واخويا الصغير اللي انا مرنته في نادي الزمالك يعني مبروك يا كابتن طارق. نور الدنيا مبروك يا كابتن نور الدنيا خد احسن مدرب كذا مره لا عامل شغل قايل مدير فني كبير يعني يا كابتن مدير فني كبير. كابتن طارق يعني الاول احكي لي عن ماتش الرجاء وازاي قدرت ان انت تحضر فرقتك وانت عارف احنا عارفين دايما انت لما تكون عايز تفوز على فرقه كبيره محتاجه تحضير نفسي بشكل معين خاصه ان فرقه الرجاء فرقه مميزه جدا. اكيد الاول ميدو طبعا انا ببارك لك على المباراه الاخيره وببارك لك على انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ودي حاجه انا اشهد لك فيها انك ما تضيعش وقت كتير عندك مدربين كتير جدا 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 انت عندك ما شاء الله. عايزين نعلي الصوت بس يا جماعه بعد اذنكم عشان مش سامعين. بعد عندك امكانيات عندك امكانيات يا ميدو انا شفتك في المرحله الاولى في الاسماعيلي وفي 2000 تقريبا 15 حاجه كده كنت برضو انت اخدت عملت دوره كان في دوره في المغرب وانت خشيت الدوره دي مع الاسماعيلي وشفت شفت الفرقه بتاعت الاسماعيلي كانت معاك عامله ازاي ودلوقتي نفس الاسلوب ونفس الطريقه اللي انت بتلعب بيها هي نفس الطريقه اللي انت كنت بتلعب بيها قبل كده. لما يكون مدرب عنده طريقه لعب وعنده شغل وعنده امكانيات فما تسيبش الحاجات دي وتخليها بره الملعب. اتمنى ان انت تكمل بشكل كويس ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. انا شفت ناحيه تنظيميه ما شفتهاش قبل كده في الاسماعيلي ان شاء الله مساندة الجمهور الاسماعيلي ان شاء الله يكون موجود في الدوري. بشكرك يا كابتن طارق بشكرك. ماتش الرجاء اتكلم عن نفسك ازاي احكي لي عن ماتش الرجاء. قبل ما اتكلم عن الماتش يا ميدو انتوا كنتوا بتتكلموا على مثال اعتقد عبد الشافي. عبد الشافي انا من وجهه نظري الشخصيه من افضل اللعيبه اخلاقيا في تاريخ مصر صحيح صراحه بكل امانه. انا بقول ان عبد الشافي لما يكون لعيب عنده 37 سنه والكابتن مجدي طولبه عارف دي تحديدا
يكون لاعب عنده 37 سنه ويكون غايب عن المباريات فتره كبيره جدا ويكون افضل لعيب في المباراه، لا ده اللعيبه اللي حوالين اللي عندها 20 سنه و22 سنه و25 سنه لازم تعرف هي فين. صحيح. هنا العقليه. فبصراحه انا فرحان جدا بعد الشافي، بيغيب بيغيب ولما بيجي تحس ان هو مش غايب، تحس ان هو موجود على طول، وده اللعيب المحترم اللي بيخاف على تيشيرت النادي وبيخاف على مكانه وبيخاف على اسمه. فبتمنى له ان شاء الله التوفيق على الشافي ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن، ماتش الرجاء. ماتش الرجاء والله يا الحمد لله والشكر لله، يمكن الرجاء المباراه كانت على ملعبنا والمباراه كانت صعبه، الفرق ما بيننا وما بين الرجاء كان 3 نقاط، وكنا عندنا امل في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ذاكرنا الرجاء كويس. الرجاء بقى له 4-5 ماتشات بيلعب كره صغيره مع المدرب التونسي منذر الكبير، فبالتالي قرينا المباراه ان هم لازم نضيق نص ملعبنا، لازم نقفل بشكل كويس. اكبرنا الرجاء بصراحه ان يلعبوا الكره الطوليه الحمد لله والشكر لله، ودي الكره الثانيه كانت بتاعتنا الحمد لله، ذاكرنا المباراه وربنا وفقنا. لما تكون بتلعب فريق بحجم الرجاء ومغلوب 1-0 وترجع للمباراه وتتعادل وتكسب 3-1، لا ده انا بصراحه توفيق ربنا سبحانه وتعالى. بشكر الجمهور ان الجمهور ميدو، انت عارف الجمهور في المغرب المجدي اللي هو دار لعبه في الاجواء ديت جمهورا صعب 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 صعب، فالضغوط بتبقى عاليه جدا، ولكن اللعيبه كانت الحمد لله عندها الروح والاراده والرغبه في الفوز، وربنا وفقنا بثلاث نقاط كانت مهمه الحمد لله. كابتن طارق، يعني عايز استغل وجودك معايا وعايز اسال عن رايك في الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك، وجهاز فني يعني مليء كله من ابناء واولاد نادي الزمالك، كابتن اسامه مدير فني، كابتن اسماعيل يوسف مديرا للكره، عبد المقصود، كابتن ايمن طاهر طبعا مدرب حراس المرمى، رايك ايه في الجهاز الفني؟ لا هو طبعا جهاز فني مش جديد، هو جهاز فني يعتبر قديم يعني، اولاد النادي وكلهم الحمد لله كانوا موجودين قريب واشتغلوا بشكل كبير جدا، اذا كان مع مستر فييرا او حتى مع كارتيرونيا ما كان موجود قبل كده. فانا بشوف ان ده انسب جهاز يتحط في الوقت الحالي، لانه صحيح. عارفين كل كبيره وصغيره، لو عملت غير كده الامور ما كانتش هتبقى كويسه، الامور كانت هتبقى صعبه. ولكن انا اشوف ان الجهاز الفني كله اسامه وعبد المقصود وطبعا كابتن اسماعيل يوسف قبلهم وايمن طاهر، اشوف ان هم ان شاء الله كانوا محتاجين مكسب النهارده بصرف النظر عن الاداء، بصرف النظر عن طريقه اللعب، عن اي حاجه. الثلاث نقاط النهارده مهمين جدا، خاصه ان فيوتشر ما اتغلبش من اول الدوري. صحيح، اول هزيمه ليه. تحسب لهم نقطه. كابتن طارق، نقطه تحسب لهم نقطه ايجابيه. كابتن طارق، اخيرا يعني انت موجود في المغرب وعايزين نطمن منك على بعثه النادي الاهلي، والنادي الاهلي وصل وابتدوا يتمرنوا، والاجواء اللي موجوده حوالين كاس العالم للانديه. النادي الاهلي وصل والنادي الاهلي موجود في طنجه، مدينه طنجه مدينه جميله جدا جدا جدا، وهيلعب هناك اول مباراتين، وبعد كده ان شاء الله لو فاز بالمباراتين ان شاء الله نتمنى له التوفيق، هيجي الرباط هنا يلعب ان شاء الله مع ريال مدريد. انا بشوف ان الاجواء هنا في المغرب كله مستعد، البطوله كان اخر مباريات ليها النهارده لسه خلصانه في توقف، والكل هنا مستعد للبطوله. كاس العالم في المغرب بوجود الجمهور هيبقى شكل مختلف، اتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله من النادي الاهلي والوداد باذن الله ان شاء الله لما يوصلوا للمراحل النهائيه. كابتن طارق مصطفى، بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق والف مبروك كابتن طارق، حاجه مشرفه كابتن مجدي طبعا مدرب مصر في دوري صعب. انا متابعه من اول اسبوع هو حقق نتيجه جيده جدا برضو مع الرجاء في الدور الاولاني وخد على ضوءها مدرب الاسبوع، ويعني هو دلوقتي تقريبا دي خامس مره او سادس مره بياخد احسن مدرب في الاسبوع، حاجه مشرفه، حاجه طبعا فخر لينا كلنا طبعا. ان تصدير المدربين القوى الناعمه بتاعتنا في الرياضه لازم، يعني انا شايف ان احنا مش مستغلينها بشكل كافي، عندنا ما يكفي من المدربين واللعيبه اللي نقدر نصدر بيها للدول الصديقه لشمال افريقيا والدول الخليج اللي زي زمان يا كابتن طول عمر ده اللي كنت لسه هكملك اقول لك، نرجع تاني للقصه بتاعتنا والتوغل في القاره وفي الدول العربيه،
عشان هي دي قوة النعمة بتاعتنا الكبيرة جدا. ما ننساش كابتن حسن لما راح الكويت، كابتن طه، كابتن سمير محمد علي، كابتن جوهر الله يرحمه، كابتن جوهري، كابتن طه اسماعيل، كابتن ابو رجيله، كابتن ابو رجيله، كابتن طه اسماعيل. فكل دول عملوا اسم كبير جدا للكرة المصرية، وكل دول كانوا من القوى الناعمة للدولة المصرية عموما. فاحنا عايزين نرجع دي. مش هيجي الا لما نثق في المدرب الوطني بتاعنا، ومش هيجي جوه الاول، جوه الاول. ومش هيجي لما نثق في المدرب الوطني بتاعنا في المنتخب الوطني. دي انا خرجت بره الموضوع شويه، انما انا شايف دي المنتخب الفريق الوطني لازم المدرب بتاعه يكون وطني. وجهه نظر الشخصيه ليه دوسنا فيها كتير وكلمنا فيها كتير وقلنا فيها كتير. اخر حاجه هنقولها او اكتر حاجه اتقالت انه هم اكتر ناس حققوا نتائج مع المنتخب الوطني. صحيح. يعني كابتن حسن واخد كاس امم 3 مرات، كابتن محمود الجهري واخد كاس امم وراح كاس عالم، وصل كاس عالم. صحيح. قبل منه في المره الاولانيه خالص كان تقريبا برضو المدرب بتاعنا كان وطني، اللي 34 دي ولا هي ايام ايام زمان. عايز اقول المدرب الوطني هو عنده شعور وطني اكتر كتير جدا، بيحس باللعيب، يحس بالبلد، يحس بمشاعر الناس، بيحس الناس عاوزه ايه، بيبقى فاهمها. صحيح. مش ما بيبقاش عايز اقول لك خبر، معلش اسف انا اقطع كلام حضرتك. دلوقتي المستشار مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور اعلن عبر قناه نادي الزمالك ان في اجتماع عاجل لمجلس اداره نادي الزمالك لبحث عوده فيريرا مره اخرى للفريق بناء على طلب اسامه نبيه واسامه مساعد ليه. نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل كلام. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، واتكلمنا قبل الفاصل عن تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قناه نادي الزمالك بعقد اجتماع او الدعوه لاجتماع مجلس اداره غدا، اجتماع طارئ لبحث عوده فيريرا مره اخرى للجهاز الفني. يعني طبعا معنا التصريحات المكتوبه، مجلس الاداره سيجتمع لمناقشه عوده فيريرا لقياده الفريق مجددا بناء على مبادره من اسامه نبيه. هناك امكانيه لعوده فيريرا مدربا مره اخرى وتواجد اسامه نبيه كمدرب مساعد معه في الجهاز الفني. يعني الموضوع بالنسبه لي مش محتاج كلام، دي ورقه ضغط ووسيله ضغط على فيريرا للتنازل عن الشرط الجزائي او جزء من الشرط الجزائي. ملاش ليها اي تفسير عندك تاني يا كابتن مجدي بعد الكلام او التصريحات اللي فاتت؟ ملهاش تفسير ثاني، لانه التصريحات اللي حصلت من مجلس اداره نادي الزمالك الفتره اللي فاتت والمستشار مرتضى على ان الموضوع بتاع فيريرا خلاص، والورق اللي جه في مجلس الاداره وكام واحد قال علم على انه يبقى مش موجود، فده خلاص ده قرار مجلس الاداره متاخد على كذا مرحله مش مرحله واحده. انه يرجع تاني دلوقتي فاكيد ما لهاش. لا وبيشترط ان لازم اسامه نبيه يبقى موجود، يعني اللي هي دي الحته ده فيريرا اللي بيشترط ولا مجلس الاداره اللي بيشترط؟ لا مجلس الاداره بيقول ان اسامه نبيه مساعدا له بناء على طلب من مبادره من الكابتن اسامه نبيه. طيب هنا مش هنا المدير الفني مش هيبقى عنده مشكله في ان يبقى موجود فيه اسامه نبيه ولا لا، ما عندوش مشكله خالص، ان شاء الله تحط كل اللي انت عايزه، بس هل هيبقى ليهم دور ولا ما لهمش دور؟ ما هنا كان في مشكله قبل كده، لسه انا بقول لك ان اول سؤال اللي انت بتسالني على الجهاز الجديد واسامه، فبقول لك العلاقه وان اسامه كان حاسس ان وجهات نظره اللي بيقولها ما بيتاخدش بيها. يعني انا لما اكون مساعد واقول مثلا 3 4 وجهات نظر ما تطبقوش كلهم او 3 4 اراء وابقى انا متاخد كده على جنب وما اتاخدش مره ولا مره طب انا ماليش لازمه. ممكن طب انا هرجع تاني عشان نفس القصه، فالموضوع فيه لسه. طب افرض دودار دلوقتي بس هو دلوقتي الجيم على المفتوح، تمام جيم على مفتوح، افرض فيريرا وافق دلوقتي قال لك لا انا جاي عادي انا جاي لكم. بص يا كابتن ممكن نشوف فيريرا قاعد على ما مشيش لسه. لا لا مشيش، لا هو اصلا الشرط الجزائي حوالي نص مليون دولار. وانت بتقول الخبر دولار ولا يورو؟ شبه بعض يعني، بقوا شبه بعض. وانت بتقول الخبر يا كابتن بطني وجعتني.
يعني حاسس ان انا دخت دخت من الخبر. هل ده كلام حقيقي؟ يعني ايه كابتن اسامه ويعمل مبادره وهو كابتن اسامه بعد ما وصل لمدير فني النهارده وهو حلم من احلامه ان يمسك فريق بحجم نادي الزمالك؟ لا وهو مش عشان يعمل المبادره المشام مرتضى يقول له هات فريرة هاته مدير فني وانا ابقى مدرب مساعد ليه؟ لا كلام طبعا يعني ماشي ماشي كلام مش مفهوم ماشي خالص. طب انت دلوقتي افرض فريرة دلوقتي قال خلاص يا جماعه بص خلي بالك الجيم هو دلوقتي بيلعب الراجل ده عندي الراجل فريرة ده عندي يعني ممكن يرجع يقعد عندي جدا. لكن انت النهارده رئيس نادي الزمالك مشام مرتضى منصور انا بحبه جدا لازم يكون في نهايه للامر ده. ازاي يعني ازاي انت تجيبه مدير فني تاني عشان الشرط الجزائي؟ لا دورك كمجلس اداره تحل المشكله دي. اصل جمهور نادي الزمالك النهارده هيتظلم. يعني ايه مدير فني يجي فيرجع بالتشكيل اللي هو كان بيعمله فيجي الكابتن اسامه مش طايقه وجهاز المعاون اللي معاه مش هيساعد فريرة دخلنا في دوامه لا رجع فيها؟ احنا بنعمل ايه؟ انا مش فاهم. لا يعني اعتقد مشام مرتضى منصور لازم يحل الموضوع ده بشكل ودي. خلاص انت استقريت على جهاز فني مصري اديله كل الدعم. هنرجع كسبنا النهارده ماتش ده النهارده يعني عايز اقول لك يا كابتن النهارده الواحد نفسه اتفتحت شويه. هنيجي نرجع تاني يجي فريرة فيعند مع اسامه نبيه واسامه نبيه يعند مع فريرة ونرجع الدوامه تاني. لا شايف ان قرارات كلها غلط اللي بيتكلم فيها مشام مرتضى منصور رغم حبي ليه. كده احنا ماشيين نادي الزمالك ماشي في خطر ولا تاخد دوري ولا تاخد كاس مصر ولا تاخد افريقيا وهتبقى زيرو الموسم ده. هي ده يبين لنا نقطه مهمه ميدو جدا انه ما حصلش قعده مع فريرة قبل ما يطلع الاعلان باقالته او باقاله الجهاز او بتنحي الجهاز وتعيين الجهاز جديد. ما حصلش قعده معاه. هو واضح كده ان فريرة متمسك بالشرط الجزائي كاملا. انتوا مشيتوني. أيوه. انا اصلا عارف القصه. نادي الزمالك هتلاقيه عرض عليه شهر يعني هو ليه 3 شهور. أيوه. نادي الزمالك بيقول له خد شهر. أيوه. وامشي. فرجع قال لهم لا الثلاثه كاملين او شهر ونص. فهو دلوقتي دي ايه شد وجذب يعني. خلي بيننا وبينك يعني. وانا متوقع على فكره ان فريرة ممكن عادي جدا تيجي جاي التمرين بكره لان هو راجل بروفيشنال. عادي يقول لك انا عندي كونتراكت وانا موجود وكل يوم بيقعدوا جيت سبيد. لو راجل طب مين اللي مشى فريرة؟ المجلس بس خلاص يدفع الشرط الجزائي. ما افرض ما خلاص يبقى انت اذا نقعد مع الاول وتناقش معاه وبعد كده مشي. ده الكلام اللي انا بقوله. فاهم قصدي؟ طب انت ازاي تمشي من غير ما تقعد معاه اصلا تحل المشكله بشكل ودي؟ ده قصدي. لا في مشكله. انا في رايي ان الزمالك اكبر من كده. الزمالك اكبر من كده يا جماعه. الوحيد اللي هيتاثر التيم نادي فريق. تخيل لو انت لعيبه كابتن وسامع كلامك ممكن لسه اقول لك اهو مش ممكن تكون انا لعيب في الفرقه دلوقتي النهارده بعد المكسب بتاع النهارده ده واجي دلوقتي في التلفزيون اسمع القرار ده انا حالتي النفسيه هتبقى عامله ازاي؟ لازم دماغي هيحصل لي كونفيوجن لازم هيدك ووجع دماغ تاني هنرجع تاني او طب جاي لا مش جاي. والماتش جاي امتى نادي الزمالك في فتره قولوا لي يا جماعه الماتش الجاي امتى بتاع الزمالك؟ اربع خمس ايام مثلا سنة. يوم الاثنين الجاي مع فاركو يوم الاثنين يعني قدامنا يعني اسبوع اسبوع 8 ايام بس. انا عايز اوجه رساله يا كابتن مجدي لمشام مرتضى منصور لمجلس الاداره. انا شايف ان انتوا بتسمعوا للجمهور كتير قوي الايام دي. يعني كان مجلس الاداره انا معاشره والناس كلها عارفه ان انا بحب مشام مرتضى منصور جدا. لكن اللي بيحصل دلوقتي النهارده انت بتطلع تتكلم على جمهور نادي الزمالك اللي في الاستاد. انت المفروض كرئيس مجلس اداره ولا تتكلم على الجمهور ولا تتكلم على اللعيبه ولا تتكلم على اي حاجه خالص. انت المفروض تحل كل المشاكل اللي عندك. مشكله فتوح حلها، مشكله فريرة لازم تحلها. ما تصدرش لجمهورك كم المشاكل دي. الاداره شطاره. يعني ايه الاداره شطاره؟ وهو ابو الشطاره كلها ان انت ما تبينش. شوف انت حضرتك قلت ايه يا كابتن؟ خلاص الجيب بقى مفتوح. لو الجيب اصلا ما ينفعش يبقى مفتوح. المفروض ان انت كده بتسبب لجمهور نادي الزمالك ضغط لا وبعدين عصبي غير طبيعي واللعيبه كمان ضغط عصبي. وبعدين يا كابتن مجدي فريرة راجل بانجازاته مع نادي الزمالك لازم يخرج من الباب الكبير. أيوة. ودي قاعده بالظبط. لان ده راجل قاعده راجل لازم يخرج من الباب الكبير كسب بطولات ليه في جمهور نادي الزمالك. فعشان كده بقول هو الفايل نفسه التعامل معاه تم بتسرع. حصل فيه تسرع في اتخاذ القرار بدون نهاية التفاوض معاه. المفروض ما كانش يحصل نهاية التفاوض معاه دلوقتي. يعني كان ممكن يقول له طب نستريح الماتش دوت ونشوف الماتش بعد الماتش دوت ونقعد نتكلم مع بعض. يعني كان في 100 طريقة وطريقة تخلينا ان احنا نوصل معاه. اي هيد كوتش في الدنيا اي هيد كوتش في الدنيا ممكن تاخد وتدي معاه في الكلام وتوصل لطريق او لحل وسط. ممكن اقول لحضرتك حاجة يا كابتن مجدي؟ لان انا مريت بنفس الموقف. يعني انا سبب مشكلتي مع مستشار مرتضى منصور في الـ في الـ في الـ في الـ في الفتره كنت الفتره اللي هي البدايه ان انا تمت اقالتي على الهواء.
انا لو كان المستشار بعد مباراه الاهلي والزمالك لسه بقول لك اهو انا فوجئت يعني ان مهيب عبد الهادي على الهواء بيقول لي انا اسف ان انا بقول لك ان تمت اقالتك. المستشار مرتضى منصور لسه بعت لنا رساله ان تمت اقالتك انت وحازم. وعلى فكره انا تمت اقالتي من نادي الزمالك قبليها قبل كده، بس الكابتن احمد سليمان كان عضو مجلس اداره كلمني في التليفون بعد مباراه مازيمبي، كنا متعادلين 1-1 وكنا عاملين ماتش كبير يعني ماتش كويس جدا وكنا لسه مكملين في افريقيا في اسكندريه وده على ضربه جزاء. المهم فالكابتن احمد سليمان كلمني قال لي يا ميدو انا يعني مكلف مجلس مكلف مجلس اداره بقول لك ان احنا بنوجه لك الشكر وان انت كذا. قلت له كابتن بشكرك جدا على ذوقك، بلغ رساله المستشار ان انا بتمنى لكم التوفيق وان انا مستعد لخدمه نادي الزمالك من اي مكان. تمام. وبالفعل اشتغلت رئيس قطاع ناشئين متطوع. بالظبط. متطوع واشتغلت. بس عشان الناس جات لي من ايه؟ من الباب الكبير. بالباب. صح. لما جات القصه بتاعت المره اللي ثانيه وتمت اقالتي على الهواء قلت لا انا هخش الخناقه دي بقى، عيب اللي بيحصل معايا ده، انا مش صغير ولا حازم صغير ودخلت الخناقه. هو فريده برضه هتلاقيه كده. يعني فريده اكيد بيقول طب يا جماعه انا راجل جيت خدمت واشتغلت وخدت دوري وكاس، على الاقل احترموني، بلغوني، اطلبوا اقعدوا معايا وبلغوني. صح ولا لا؟ هو ده اللي بقول لك، القصه كلها انه تم التعامل مع الفايل ده بشكل مختلف او بشكل فيه ما فيهوش توفيق، اضعف القول يعني نقوله او اضعف القول انه ما فيهوش توفيق. بناء عليه حصل اقاله الجهاز، وبعدين بعد 48 ساعه من الاقمشاخ، من 48 ساعه بس كانت مش كده اعلان عن اسامه نبيه وجهازه كان من 48 ساعه بس. فبعد 48 ساعه وبعد مباراه بيكسبها نادي الزمالك بيرجع تاني، اعتقد ده هيبقى حديث الساعه في البرتغال في الـ لا في الـ في الـ في, الـ في الرياضه المصريه النهارده ده حديث والله الساعه. والله انت عارف انا اللي يفرق معايا ايه؟ حاجه واحده بس، انا لان انا عارف ان كل ده شد وجذب وبتاع اسلوب يعني ضغط وكل حاجه. انا اللي يفرق معايا انا نفسي ان فيريرا فعلا لازم الراجل ده يمشي من الباب الكبير. أيوه. ما يتعملش معاه كلام. على فكره الكلام ده لو اتعمل معانا احنا عادي، احنا نستحمل ده نادينا. لا ولا الزمالك وشوفنا ولا انت كابتن ولا انت لا يعني، انما ده راجل ولا اي مدرب مصري يتم اقالته من غير لما تقعد مع المدرب نفسه. احنا النهارده بنتكلم في الادارات، يعني هنا اهو النهارده جمهور نادي الزمالك بينادي على مستر فيريرا، هل ده يعيب مجلس الاداره في حاجه؟ يعيب الكابتن اسامه في حاجه؟ يعيب الكابتن اسماعيل يوسف في حاجه؟ تاريخ. خالص يا جماعه، الراجل جه اشتغل عمل اللي عليه، ما وفقش اخر فتره وهو بنسبه كبيره جدا اخطاء كبيره جدا مصر في الفتره الاخيره، لكن يمشي بشكل محترم يليق باسم نادي الزمالك ويليق باسم مصر. احنا بنعمله ده ايه؟ انا مش فاهم حاجه اللي بيحصل ده، انا مش فاهم منه اي حاجه الصراحه. شايف ان احنا كده اللي بيحصل ده حاجه تسيء لنادي الزمالك اولا، ثانيا لبلدنا مصر. راجل جه السنه اللي فاتت ولا حد في مصر يتوقع نادي الزمالك ياخد دوري وكاس، خد دوري وكاس. كرمه ده انت تروح له كمان الفندق لحد عنده وتكرمه وتعمل له حفله. في نادي الزمالك حاجه باسم فيريرا مش كده؟ في حديقه حاجه كده في حديقه تقريبا في مقر او في حاجه يعني. طبعا هو عمل كسب الدوري يا كابتن مرتين واربعة واعتقد الوحيد اللي كسب الدوري مرتين مدرب اجنبي ديف ماكاي في اول سنوات كان ممكن حضرتك كنت موجود مش عارف لا كنت بره بس يعني ديف ماكاي كسب الدوري مرتين وديف ماكاي برده خرج من الباب الصغير اعتقد المشكله دي تتحل. اعتقد ديف ماكاي خرج من الباب الصغير انا فاكر كويس قوي خرج ازاي برده فيعني لازم تتحل يعني لازم يبقى في حل. كابتن مجدي امام عاشور النهارده يعني كابتن اسامه نبيه في تصريحات بعد المباراه وجالنا الاخبار ان هو خلاص على اعتاب الاحتراف الخارجي ب 3 مليون دولار لنادي ميتلاند الدنماركي. انت شايف الخطوه دي ازاي؟ ميتلاند في الشامبيونز ليج بيبقى ليه اوقات بيدخل فيها ويشارك فيها، وهو هيبقى بالنسبه له شباك كبير للاحتراف في اوروبا القويه، بمعنى انه هيتشاف اكتر لما يشتغل مع ميتلاند. وانا بقول ممكن يكون كوبري ليه لحته تانية في اوروبا. ما انا عايز اقول لك بقى القصه دي ممكن يكون، لان الدنمارك معظم شغلها السوق الكبير بتاعها انجلترا والمانيا. ما انا عايز اقول لحضرتك بقى القصه بقى القصه اللي عندي يعني. ملاك نادي برينتفورد نادي ميتلاند هم ملاك برينتفورد الانجليزي بس خلاص نفس الاونرز بس شكرا يعني في قصه خلاص ممكن شكرا. هو لا انت لو طلبته لبرينتفورد في في في, في انجلترا هيطلب منك 5 و6 و7 مليون. فانا عايز اقول لحضرتك الخطه ايه بقى. ان انت عارف حضرتك امام في الوقت الحالي اللي احنا فيه لا تنطبق عليه الشروط الحصول على تصريح العمل في المملكه المتحده. نعم. لكن ممكن لو راح ميتلاند
يكمل النسبه بتاعته سنة يكمل النسبه. وانا بقول لك ده البلان اللي معمول أيوه. ان هو ده هو يعني هم يعتبروا سيستر كلوبز اللي هو ده النادي فيه يعني توامه ما بينه أيوه. أيوه. فزي ما كابتن مجدي اتفضل وقال يا دودار ان ده ممكن يبقى بوابته ان هو يروح البريمير ليج. انا شايف ان هو هيروح بوابه للدنمارك ويرجع النادي الاهلي. ليه يا ابني؟ انا شايف كده. وليه؟ انا شايف كده. هل النهارده انت في حمل ان امام عاشور يمشي الحاله الفنيه اللي موجود فيها نادي الزمالك؟ اذا انت ضاعت منك افريقيا. لازم على الاقل لما تيجي تمشي لاعب يا كابتن تكون جاي بدايل ليه. ايه البدايل ليه؟ هل انت عندك بدايل دلوقتي؟ قدوسي ده اللي كان موجود الجزائري راح النادي الاهلي. طب في نقطه هنا مهمه انا عايز اقولها. اتفضل يا كابتن. اتفضل. مهمه جدا. سبب كبير جدا وجهه نظري الشخصيه. سبب كبير جدا في الحاله الفنيه اللي موجود فيها نادي الزمالك من بعد تمديد او تجديد العقد مع زيزو هي القصه دي. الفجوه اللي حصلت لانه الاثنين كان في نفس التوقيت بيجددوا العقود بتاعتهم. الاثنين كان بيتقال السنه اللي فاتت ان العنصر الاساسي او العناصر الاساسيه اللي ساهمت دي بدايه في ترجيح كفه نادي الزمالك السنه اللي فاتت واللي قبليها في الدوري بن شرقي زيزو امام عاشور. حامد مشي. فمشي بن شرقي وتجدد لزيزو فامام كان عشمان ان التجديد بتاعه هيبقى قريب من زيزو فلقى الفجوه كبيره فحصلت فجوه. دي وجهه نظري. انت عارف ده عن اوضه اللبس بيبقى فيها القصص طبعاً. دي بس للامانه بيتقال الكلام ده بس للامانه تجديد عقد زيزو ما كانش مع مجلس المشاور مطر منصور يعني تجديد العقد. انا ما بتكلمش عشان مجلس الاداره ما بتكلمش عن مجلس الاداره انا بتكلم على اوضه اللبس بتكلم على الشعور في اوضه اللبس عمل انت عارف ده بيقعد مع الجماعه القريبين منه وده بيقعد مع الجماعه القريبين منه القريبين منه هنا في وجهات النظر ده قصدي. فبنتكلم في القصه دي والكلام ده بياخد كتير وقت طويل خاصه ان لسه التجديد ما تمش او تم بدرجه غير مرضيه فبيصير الكلام تاني او بيستمر الكلام تاني موجود وبيظل موجود. فكل ده كان مشوش على التيم في الفتره اللي فاتت دي كلها. دي وجهه نظري انا شايف يا كابتن. فكره امام عاشور عمام عاشور من القوام الاساسي لنادي الزمالك في حاله رحيله يمشي في اخر الموسم مش دلوقتي خالص خصوصا ان انت لسه داخل افريقيا عندك قوام اساسي اهمهم امام عاشور ومفيش بدايل فانت تمشيه ازاي؟ ده وجهه نظر انا. فانا شايف ان رحيله حاليا هتبقى مشكله كبيره جدا لفريق نادي الزمالك. انا 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 بالنسبه لي يا كابتن الموافقه على احتراف امام عاشور في ميتلاند الدنماركي ده بالنسبه لي ليه ترجمه واحده فقط لا غير ان نادي الزمالك بيمر بازمه ماليه. لسه هقولك اهو انه ده ما لهاش اي ترجمه ثانيه حتى لو ما حدش اعلن. ما هو انت النهارده دلوقتي 3 مليون دولار 90 مليون جنيه تقريبا. فانت بتتكلم 90 مليون جنيه ينعشوا خزينه النادي. صحيح. في الوقت اللي هو بيقول فيه ايه؟ طب هل عيب يا كابتن ان يتم انا في رايي ان لا يجب مصالحه الجمهور. هل عيب ان انت مش عيب برضو ان انت في وقت من الوقت تقول يا جماعه احنا في ازمه كابتن نصر منسي العالم كله بيمر لا مش عيب. انا عادي انا مش عيب. عامل ايه طيب لا كابتن نصر منسي نادي الزمالك اشتراه ب 20 مليون اذ فين الازمه الماليه؟ ده انا قصدي برضو انت خلاص بتدفع للاعب مهاجم نصر منسي 20 مليون يبقى انت كده ما عندكش ازمه ماليه. بس ال 20 مليون يا احمد ال 20 مليون ما بيدفعوش كاش مره واحده. لا لا دفعهم كاش. مش مره واحده. لا لا دفعهم كاش. هو مش مرتضى طلع قال انا دفعت 20 مليون لنادي البنك الاهلي. مش شرط يكون ده الصح. مش ممكن يكون مره واحده. لا ال 20 مليون دول ممكن يبقوا على ثلاث مسارات متقطعين مثلا في خلال السنه دي هتاخد ال 20 مليون جنيه خلاص هم متكتبين مكتوبين في العقود. بس يعني انت محمد الشناوي يا كابتن في النادي الاهلي هو جاله عرض النادي الاهلي مشاه؟ ما مشوش لان ده احد من القوام الاساسي عشان الاهلي ما عندوش خلاص يبقى مش مرتضى منصور يطلع يقول في ازمه ماليه وعلى جمهور الزمالك ما هو ده بقول ده هم يستنوا الصفقات ونكمل الموسم ما هو ده اللي انا بقوله الافضل ان انت تصالح كلامك ثاني. النقطه الثانيه اللي ممكن تجمد قلبه في استمرار الصفقه انه بيشوف ان دلوقتي الجاب اللي بينه وبين النادي الاهلي وسع في تحقيق هو لسه بدري بس وارد جدا. احنا بنتكلم النهارده في 11 بونت تقريبا يعني لما الفوطه بتاعه الموسم لا مش لما الفوطه بس ممكن يكون من وجهه نظره من من من, من الاسباب ان الفرق بعيد. ومش بقول انه رمى الفوطه لا انا بقول انه ممكن يكون فكر في ده مع وجود ازمه او نقول ما فيش سيوله كفايه عنده فبيقدر يدخل بيها السيوله للتيم عشان ممكن يجيب امام عاشور تاني. وارد يكون بيفكر كده يعني ممكن يجيب يشوف امام عاشور تاني مين
عشان كده ممكن كان عايز هو مروان من ال من لان مش ممكن العرض هيجي في يوم وليله, ممكن العرض ده قائم بفتره. انا عارف ان البلان والبديل لرحيل امام عاشور هو احمد بالحاج لاعب نادي اسوان, اه برضه لعب كويس, وانا عارف يعني كان في جلسه بالامس وكان في يعني ممكن يكون ده البديل, لكن معنا تصريحات خاصه للريمونتادا من الدنمارك من هافد جاكسون المتحدث الاعلامي لنادي ميتلاند اللي خاص برنامج الريمونتادا بتصريحات خاصه, بيقول ان هناك بالفعل مفاوضات مع امام عاشور لاعب الزمالك, ولكن لن نتحدث عن اي امور خاصه بالانتقالات انتظارا لحسم الامر بشكل نهائي. وطبعا الصحفي الدنماركي فارزام ابو الحسيني طبعا قال هناك ده كشف الكواليس بقى, ده اللي معاه الكواليس بتاعت ده, هناك عرض مقدم من ميتلاند الدنماركي لضم امام عاشور بقيمه 2.6 من 10 مليون دولار. امام عاشور سيكون تعويضا لرحيل لاعب الوسط البرازيلي ايفاندر الذي انتقل للدوري الامريكي تحديدا لفريق بورتلاند مقابل 10 مليون دولار. طب طالما خدتوا 10 مليون دولار ادونا 5 بقى نصهم. كليف كراون هو مالك نادي ميتلاند الدنماركي الحالي وكذلك يملك نادي برينتفورد الانجليزي, عشان كده الدرب بتاعه دنماركي. درب برينتفورد دنماركي اه فهم ماشي بالسيستم تحت الامبريلا كابتن. لو عامل كويس فريق الدنمارك هيدي 10 مليون دولار لنادي الزمالك والله ما يمشي برضه. انا ده وجهه نظري, انت كده انت قوام الاساسي في نادي الزمالك بقاش موجود خلاص. اوكي ده وجهه نظري, ما ينفعش يمشي دلوقتي. طيب يمشي على اخر الموسم لو انتم مقررين في نادي الزمالك ان انتم محتاجين فلوس او محتاجين تمشوا لعيبه من القوام الاساسي, وده انا اكبر شايفه اكبر غلط. المفروض تبني على القوام الاساسي اللي عندك, تجيب صفقات على القوام الاساسي اللي عندك, فتمشي واحد من اهم لعيبه عندك في القوام الاساسي تمشي, انا شايفه خطا كبير. او يبيعه ويتم استعارته حتى نهايه الموسم, يعني في انديه بتعمل كده. فاهمني يا كابتن مجدي؟ ما وتاخدوا لون لغايه نهايه الموسم بقى في الصيف. لا يمشي دي, لا يمشي دي اصلا مرفوضه تماما. كابتن مجدي نورتني, ربنا يخليك, شرفتني, ربنا يخليك, وانت راجل قيمه كبيره جدا عندنا كلنا, ودايما بتشرف لما بظهر معاك في التلفزيون وتكون ضيف. دودار شرفتنا دودار. انا مبسوط طبعا يا كابتن ان انا معاك ودايما منور, ودايما انت نجم الرومونتادا ونجم في كل حاجه, وطبعا مبسوط جدا ان انا مع قيمه كبيره زي الكابتن مجدي, قمه في الاحترام والادب يعني. طبعا دي كانت حلقه النهارده اللي سعدت وتشرفت بيها ان كان ضيوفي الكابتن مجدي طلبه والكابتن دودار, الاثنين طبعا نجوم نادي الزمالك السابقين, وكابتن مجدي يعني لعب طبعا في انديه كبيره جدا في اليونان, في باوك, في منتخب مصر, ومباريات عظيمه مع منتخب مصر. تصبحوا على خير, اشوفكم بكره على خير باذن الله. فعلا فخور بفرقتنا جدا, حاسس ان احنا عملنا اللي علينا الحمد لله رب العالمين. بكون بتلعب قدام اهلي او زمالك وتأدي الاداء ده حاجه مشرفه جدا. فخور بالجهاز وفخور باللعيبه, ولهم هارد لك. اول هزيمه بعد فتره طويله جدا الحمد لله رب العالمين, اللعيبه ادت ما عليها, كان ناقص بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما حصل طبعا نتعلم من اخطائنا, وتعلم من ان احنا قدام فرقه كبيره ما بتستحملش ان انت تخطا معاها, تستفيد دايما من الاخطاء بتاعتك. فالحمد لله. شوف الروتيشن النهارده دفع ثمن الاخطاء مره. روتيشن يتشر دفع ثمن الاخطاء اللي حصلت النهارده. لا مش دفع الثمن الاخطاء, بالتفاصيل اهم حاجه, وكنا احنا مأكدين عليها والكابتن علي مأكد عليها. فعلا التفاصيل هي اهم شيء في الموضوع. الكواليتي بتاع اللعيبه جوه الملعب بتهتم طبعا, وباركنا للزمالك وهارد لك من الفيوتشر. الحمد لله على 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 الماتش, ماتش حلو, ولكن في الاخر بقول له هارد لك للعيبه وللفيوتشر. ما نستحقش الخساره النهارده زي ما انت شايف. الشوط الثاني واتسايد جيم من لاعب فرقه كبيره زي ما انت قلت, عندهم مشاكل كتير, لكن في الاخر بشكر اللعيبه على الاداء وعلى الروح ده. لكن توفيق ربنا النهارده ما كانش معانا, على الاقل النهارده اطلع بنقطه يعني. لكن في الاخر هي دي كره القدم, هي ثلاث نتائج, يا اما مكسب يا خساره يا تعادل. في الاخر بقول الحمد لله. كابتن الفيوتشر دفع ثمن الاخطاء النهارده؟ لا ما عندناش اخطاء, هو عادي, اخطاء ورده, هي كره كده, هي كره الاجوان دايما اخطاء, لكن ما دفعناش. صححنا الشوط بعد الجون الاولاني وجبنا جون التعادل, لكن في الاخر خطا برضو ساذج هنشتغل عليه. لكن في الاخر اللعيبه دي رجاله, واللعيبه دي اللي مخليها فيوتشر لحد الاسبوع 16, هما في المركز الثاني. هنقفل الصفحه ونبدا, عندنا نهايه الدور الاولاني, عندنا ماتش مهم جدا مع البنك الاهلي, هنستعد ليه بعد يومين اجازه, واللي جاي افضل ان شاء الله. كلام كابتن عادل النهارده بيقول شويتين على اللعيبه,
يعني قال لهم لازم نلعب لعبنا ما نستعجلش، هي كرة كده كرة، لا طول ما هنلعب لعبنا هنجيب جوان. هو ده اللي حصل الشوط الثاني زي ما انت شايف. بص الشوط الثاني نسبة الاستحواذ قد ايه والفرص اللي ضايعه. اقول لك الشوط الثاني محمود حمدي انا ما شفتوش، يعني ما شفتش محمود حمدي يعني. في الاخر بقول لك الحمد لله، فيوسف في المركز الثاني لحد دلوقتي.